أعزائي المشاهدين، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج الجهر بالإلحاد لمن استطاع إليه سبيلا. طبعا اليوم معنا عدد الضيوف، وحلقتنا مثل ما بتعرفوا راح تكون ليالي الحمراء لسيد الخلق وأشرفهم محمد، لنشوف هل هو أشرف الخلق أم غير ذلك. يعني خلونا نرحب بالبداية بضيوفنا الأعزاء. أهلا وسهلا فيك يا أخت رانيا. أهلا وسهلا فيك وأهلا وسهلا بالجميع، يعني أصدقائي الحاضرين والمشاهدين طبعا. أهلا وسهلا فيك رانيا. أهلا وسهلا فيك مفسر القرآن حكمة بن كثير. أهلا وسهلا بيك وبالأخ سامي والأخت رانيا، عفوا أخت رانيا والأخ سامي يدي سبيس، ونرحب بالجمهور الكريم. شكرا شكرا أبو الحكم، أهلا وسهلا فيك سامي كمان أخونا وضيف عزيز، أهلا وسهلا. طبعا نحن في انتظار الأخ ليث كمان حتى يكون معنا. بصراحة ما بعرف شو وضعه ليث، يعني هو على كل حال إذا أجا راح يلتحق فينا ونكمل المشوار يعني مع أخلاق محمد. أنا بس بدي أبدأ معك سامي، يعني قبل الحلقة كنا عم نتحدث عن شذوذ محمد الجنسي، يا ريت تعطينا ملخص أو تحكي لنا شو قصة الشذوذ الجنسي عن محمد، تفضل. بس الميوت تعمله الميوت لأنه مسكر عندك، تفضل. مرحبا أعزائي وأصدقائي، أولا رسالة للمسلمين، أنا لا أريد أن أسبكم أشتمكم، أنا أعزكم عائلتي مسلمة وأصدقائي الأعزاء مسلمين وأحب المسلمين، لكن حقرتكم من كتبكم، افتحوا كتبكم وستروا ما أقوله هو صحيح أم امشوا لعم جوجل واعملوا الموضوع، مثلا أي موضوع على سوف أقول لكم، وسيعطيكم عن جوجل الصفحة البخاري وصحيح مسلم والسيوطي، لا أتكلم عن رأسي، لا تلوموني أحبائي إن صدمتكم، أحبكم كلكم يا مسلمين، ولكي أنوركم ما في كتبكم، أنتم لا تقروا فأنا سأقرأ لكم. فلهذا سأتكلم في الآن محمد رسول الإسلام الجنسي، وكما قلت لكم من كتبكم، واعذروني على الكلام لأني سأقرأ ما في كتبكم افتحوها. أولا شذوذ كثير حاجات في كتبكم، مثلا هقول لكم شذوذ مثلا نكاح النساء، وانكحوا ما طاب عليكم النساء ثناني وثلاث ورباع، وامرأة وهبت نفسها للنبي وان اراد النبي ان يستنكحها خالص له من غير المؤمنين، وكذلك وما استمتعتم منه بهن اعطونا اجورهن، هذا من القرآن. وشكلكم من سورة الطلاق 4، واللاتي لم يحضن يعني لم تبلغ انكحها يا مسلم، هذا مش معقول. ومحمد نكح عائشة 9 سنوات عمره وهو 54، من 6 إلى 9 فخذها، ويعني وضع تيك 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 بين فخذيها، يعني تفخيذ اقروها فهمت، وهو 54 هكا. علاش الآية هذه تبرر لكم فهمت، اقروا التفسيرات، قلت لك عم جوجل يعطيك الصفحة وامشي لصحيح البخاري صح القرطبي والسيوطي وكل. شو ذا النساء، محمد نكح نساء كثير، كانت عنده 13 مرأة، وأنا يعني 13 مرأة، وكذلك 66 ملك يمين، والطبقة الكبرى لابن سعد تقول أكثر من ذلك، النساء مش 13 كثير، أكثر من 30، لكن مو مشكلة. وسأتكلم أوسع على شذوذ الجنسي للرجال بصراحة، هتصدمكم لكن أقرأ 44 مرجع يتكلم على هذا، ما أكتب أقرأ يعني من كتبكم، لا أعذروني، هقول الصراحة اليوم وكهو ما في صدري وما قرأت من كتبكم. شذوذ الجنسي مع الرجال، مع النساء، مع الغلمان، وكان نكح عائشة وهي حائض، وهي حائض، أقرأ صحيح مسلم، صحيح البخاري، السيوطي، القرطبي، أعملوا كيوردز في الجوجل وحيعطيك من الصفحة بالضبط من فهمت في السيرة النبوية، كل كلامي من السيرة النبوية والصحيحين وكتب إسلامية، يعني أعملوا كيوردز وحيعطيك من البيج، يعني حاف
هتكلم كذلك على حبه للزهير، اسمه الزهير، يعني كان يحبه كثير، جاء من تالي الزهير يعني وضمه، فلفت الزهير ده فلقاه فوخر كذلك ليضم محمد. هذه كان محمد كان يحبه رجل كذلك مع النساء، وكان يسكن في بيته غلام، فهمت؟ اقرأوا كتبكم. وكذلك نكح مجنونة في كتبكم لأن عقلها خفيف. يعني كثير كثير حاجات حقولها حتصدمكم، لكن أعذروني يا أصدقاء، يعني في كثير بالمراجع ما أقولها الآن، لكن حقولها في مرة أخرى، فهمت؟ كان في الحيض، كان عائشة يأتي محمد ويضع يعني وجه على فخذها وهي حائض، فهمت؟ ويتلو القرآن ونكحها هي حائض. ويقرأ القرآن في بين فخذي عائشة، نعم يعني نعم مكتوبة مكتوبة ما مكتوبة أحلى مكتوبة. القرآن. هو بالفعل القرآن هذا مكانه. يعني على كل خلونا نرحب بالأخ ليث حبيبنا وقدوتنا. ليث أهلا وسهلا فيك. أهلا أحبابي، أهلا بكم الكل، أهلا بك جان وبالجمهور الكريم كالعادة. تسلم يا طيب، تسلم. طيب أنا بدي أقرأ حديث عن ابن إسحاق. قال محمد بن إسحاق قال رسول الله بلا بلا للجد للجدي بن قيس أخي بني سلمة لما أراد الخروج إلى تبوك: يا جدي، هل لك في جلاد بني الأصفر تتخذ منهم سراري ووصفات؟ يعني بنات عم بغريب بنات الأصفر. فقال جدي: قد عرف قومي أني مغرم بالنساء، وأني أخشى إن رأيت بني الأصفر ألا أصبر عنهن فلا تفتني. يعني محمد عم بفتن الأولاد، عم بيقول له روح معنا بنشوف منهم سراري ووصيفات وهالحكيات، فلا تفتني وأذن لي في القعود وأعينك بمالي. طبعا أو عن سند بالطبري عم بيقول: اغزو بنات تبوك تغنم بنات الأصفر. ليس إذا بدأت معك بهالحديث هذا، اغزو تبوك تغنم بنات الأصفر، شو دلائل هالحديث؟ شو دلائل هالإغراءات هاي؟ إذا تفضل حبيبي، كلمة واحدة: الكبت لا دين له. حبيبنا صلى الله عليه وسلم كان مكبوت، ونشر الكبت اللي به والنقص والعطل الجن فيه في أمور كثيرة من دينه ومن تعاليمه. في بنات الأصفر فيه أيضا آية طريفة، أنه كان فيه صحابيين كما يسميين، ما كان بدهم أن يذهبوا للغزو، ونزلت آية مخصصة لهذا الموضوع. أنا في بعض الآيات لما أقرأ أسباب النزول صراحة أندهش، لأنه في آيات تنزل لأنه فيه امرأة طلبت من رسول أن لا يدخل بيتها، إذا تنزل آية لكل المسلمين إلى الأبد، ثم تأتي مرة ثانية وتقول يأتي أبو بكر ويقول له لا، ولم كيف نفعل في السفر، وكيف تنزل آية كمان وتنزل آية كمان تنزل آية كمان. فيسبوك بتاع زمان. إذا في قصة البنات الأصفر وقصة الغزو بصفة عامة، أنا أنصح الناس أن تذهب إلى الكتاب العطر اللي اسمه صحيح البخاري، وتفتح في باب الغزوات، وتقرأ الأحاديث الموجودة في مواضيع باب الغزوات، ترى كيف كانوا يتعاملوا هذو الأشخاص مع السبايا، طريقة الكلام أصلا. مثلا في قضية صفية، بس أنصح بها أي إنسان باحث عن حق في شخصية محمد وأخلاقه، يذهب ويقرأ قصة صفية بأحاديث البخاري حتى، يجد مثلا أنه فيه صحابي يقول له أريد سبايا، أريد نساء، يقول له اذهب، بمعنى خذ كأنه منعاج وكأنه أشياء، هكذا في العبارات. ثم يأخذ صفية ويقول له الصحابي صلى الله عليه وسلم يقول له لا، وهي جميلة وكذا وكذا، فيعيد مرة ثانية كأنهم قطيع يفترقون فيه: لا أعطيني هذه، خذ هذه، شد هذه، هذه مش جميلة جدا، نتبادل إلى آخره. اقرأوا هذه الأحاديث، لأنه وتخيلوا إذا كان أمر صعب لك أخي المسلم، خذ اسم نبيك وغير، وخذ صلى الله عليه وغيره بعبارة أخرى، حط محمود وحط كمال أو صديق لك عندك وجه فيه، وسترى قصص عصابية
قصص عصابات تفترق سبايا ونساء ورجال هم أبناء عصرهم. أنا لا أقول أنه هذا غريب أو هو أحقر إنسان كان في أحقر منه، لكن المشكل هو بقيمنا اليوم هو حقير نقطة بكل بساطة. اليوم أنا تأخذ لي بعض الأشخاص من التاريخ في معاملاتهم في نقاط هم حقراء حتى وإن كانوا عظماء في نقاط أخرى. أتمنى أن يكون هذا الأمر مهم في قضية الغزو، مهم أن نرى معاملة محمد وأخلاقه مع السبايا ومع النساء ومع الأطفال. صحيح صحيح أخي ليس، يعني بصراحة اليوم كان أحد الأصدقاء بعث لي طلب صداقة، فدخلت على ملف وأشوف يعني فوجدته مؤمن يعني مسلم، فكاتب أنه سيده محمد، ليش ما في حدا من الصحابة كلهم عنده اسم محمد ولا حتى من ولاد الصحابة حدا اسمه محمد؟ فكتبت له عبارة انه يا اخي اسمه نبيك ليس محمد، اسمه قثم يعني، وابحث. فقال لي تعرف اسمه ليش ما معنى قسم؟ قلت له قثم، قلت له بصراحة انا ما بعرف قثم شو بتعني يعني، بس ابحث عن اسم نبيك هو قثم وليس محمد. سمى نفسه محمد في الـ بعدين يعني لما صار حتى الملاحظة فيه هو في ثلاث أشخاص من عائلته بهذا الاسم أصلا، وفي حتى ابن عمه شبيه له كثير، ولذلك نظن أنه كان يشترك معه في الاسم. وفي نفس الموضوع أين تجد عبد الله؟ فيه نسبة كبيرة أن تكون عبد اللات وليس عبد الله، لأن كل العبارات اللي كانت فيها اللات عوضت تقريبا بالله في كل مرة. إذا لما ترى عبد الله بن عباس، إذا كان عبد الله ولد بعد محمد ممكن إمكانيا يكون فيه كلمة الله، لكن إذا ولد قبل الدعوة تكون متأكد أنه كان اسمه عبد الله. إذا هو قثم بن عبد الله تماما. عبد الله. وأنا بتمنى مثل ما قلت أخي ليث، يعني الأصدقاء بدل ما يحطوا محمد صلى الله حطوا قثم بن عبد الله، ومثلا عمر بدل رضي الله عنه عمر حاف يعني، وشوفوا لحالكم تستنتجوا أنه هاي تصرفات عصابة ليس إلا، وعصابة من أيامه يعني من أيامه لما كانوا يستحلوا للنساء مثلا المتزوجات ولا غير متزوجات، يعني إنسانة بيركب ببيتها يجوا عصابة يقتلوا أهلها ويأسروهم ياخذوها ينكحوها، ما في شيء أي قانون يردعون، ما في أي شيء، هم القانون، السيف هو القانون. رانيا أبو الحكم آسف عفتك للأخير، رانيا شو بتقولي بهالحديث لما بيقول أغزو تبوك تغنم بنات الأصفر؟ شو بتحي لك يعني عن القائل؟ شو لما بتفكري هيك أغزو فلان أو أغزو فلان قبيلة مشان تاخذوا بناته، يعني إلكم البنات وقولي المصاري والفلوس وكل الأشياء هاي، شو بتستوحي من هالقول هذا؟ مين قائلها؟ شو يعني صفات قائلة؟ شو بتكون بالنسبة إليك؟ شو كيف تتخيليها؟ تفضل. نعم شكرا. لا هو لما ندرسوا عن سيرة محمد مع الأسف يعني يا ريت بس يا ريت تقربي الميكروفون عشان الصوت يكون عم. نعم هيك ليه؟ تسمعوني هيك؟ بس تقربي الميكروفون تسمع مظبوط. لا لا هيك هو واطي الصوت، يا ريت تقربي الميكروفون عن تمك حتى نقدر نسمع الصوت. اوكي. طبعا انا نحب نقول انه لو درسنا عن سيرة محمد هذا الشيء يعني للمسلمين يحاولوا دائما انهم ينكروه او يقول لك انا شوف بلي سيرة محمد. وبصراحة ما عم نسمع رانيا، ما عم نسمع لانه انت عم تبعدي الميكروفون ما عم تقربي. لا لا قربي الميكروفون عن تمك حتى نقدر نسمع. نعم حتكلم هيك يمكن يكون صوت أفضل. تمام هيك صوت أفضل تفضلي. نعم هو حياة محمد قبل يعني ما يروح يدخل على المدينة المنورة وهيك ويحطم الأصنام لما كان في مكة، مانيش عارفة وش كان يعني، كان تاجر أو شو هو العمل يعني من أين يسترزق، ولكن بعد ما كون جيش وأصبح يحارب ضد أول ذو قريش، وبعدين كان يروح يهجم على الناس على قبائل، وطبعا لما يربح في الحرب هو لو حطيت الجهب
في الانترنت اي شخص يكتب هو محمد يلقى اكثر من 28 حرب عملها في حياته، وما يسميهم غزوات وما مش عارفه زين يسميهم، يسميهم دائما يحاولوا يغطيوا انهم ماهمش حروب. طبعا هما حروب، هو كان قائد حرب وكان يسترزق يعني ياكل من هذا الشيء، يعني ياخذوا الغنائم بعد ما يضربوا هذه القبيله، وهذه يعني عمله هو هك مكتوبه في السيره، يعني ما تقدرش تنكر هذا الشيء. طب محمد اول شيء يعني ما نصوص محمد هو يدعي انه هذا الكتاب من قبل الله، اقرا هذا الكتاب مملء بالشتائم اولها، يعني قبل انا عندي ثلاث نقاط نحب نوجهها اليوم في الكتاب يعني المقدس نفسه. لو حبيت تدرس الاخلاق اللي مكتوبه في هذا الكتاب، يعني لو الله عنده اخلاق كيف الله يمكن انه يسب واحد في عرضه مثلا يقول له يا زنيم، يا فهمني يا زنيم يعني ابن زنا، يعني الله اللي خلقه يسبه في عرضه، يعني هل هذا الشيء معقول يا ناس؟ يعني ويضل يقول الناس عندكم اموال كثيره، يعني واحد يحس بنقص، هل معقول انه الله يقول هذا الشيء لو هو صح في الله اللي لازم تقولوا عليه؟ يعني هذه نقطه، يعني السب والشتم في القران يعني النقطه الاولى. النقطه الثانيه هي انه يعني لو كان الانسان هو يعني ماهوش الله، هو الله هو اللي خلقه، كيفاش انه هذا الله يعني يسبه او يقول له انا يا حسره عليك؟ هو عنده القدره، ما هو خلقه يعني يقدر يعمل له اي شيء. علاه ما يعني هاد قريش علاه ما قصفهاش الله مثلا؟ نعم، اين هي قدره الله؟ يعني القدره الوحيده اللي يقدر بها هو انه يسب هاد الاشخاص اللي هو من المفروض انه يكون خلقهم، يعني اين هي قدرته؟ نعم، هذه النقطه الاولى. النقطه الثانيه هما يدعوا مثلا المسلمين يدعوا اليوم انه الكتاب تاعهم صالح لاي زمان واي مكان، هو القول الاخير تاع اللي قالوا الله وبعدين ما زالش تكلم من وراه. يعني الإنسانية كل من المفروض أنها تستنى هذا الكتاب باش يجيب لها الأسئلة، يعني اللي طرحها في حياتهم كل يجيبها لهم الكتاب يعطيهم الأجوبة عليها. أول سؤال هو من يحكمنا؟ يعني ما قالهمش أول أبسط الأشياء هو كيفاش تحكموا نفسكم؟ ما هي أسس الحكم؟ ما قالهم والو. النقطة الثانية عدد الزوجات، هو شخصيا زوج كما الأخ يقول 11 زوجة أو أكثر، يعني لو تدخل فقط ويكيبيديا تلقى على الأقل الاسم تاع 13 زوجة، هو يتزوج 13 ولا 14 زوجة ويقول الآخرين لا عندهم حق في أربعة فقط، يعني هو فوق راس ريشة، يعني هما يقولوا إنه بشر هو ماهوش إله، علاش ما يعني ما القانون ما يمشيش عليه زينا؟ يعني على هو علاه ياخذ هو الخمس نتاع الأغنام والغنائم عفوا، وعليه يتزوج هو أكثر منا إحنا مثلا؟ اليوم في عصرنا يا ناس، هل تعتقد يعني انه لما تواجه المسلمين تقول لهم محمد تزوج طفله في عمرها 9 سنين، نعم ما اسمها جنس، يقول لك في هذاك الوقت كانت كيما هكا، يعني كان الناس يتزوج في هذاك؟ لا، انتم ما تقولوا هذا الكتاب او هذا قدوه لنا دائما وفي جميع العصور، يعني حاولوا تعملوا منطقكم. هل تقبلوا على اولادكم انهم يتزوجوا في عمر 9 سنوات؟ يعني ممارسة نسمع مع الأطفال وتعدد الزوجات، هل هذا الشيء يعني تقبلوا به الآن في عصركم؟ والعبيد مثلا، تحرير العبيد معروفة في التاريخ من مبتهجات، يعني في أمريكا طبعا تحرير العبيد في 1800 في نهاية 1800، نعم. يعني حتى في السعودية يقولوا في معلومات كثيرة أنه كان مازال في سوق عبيد حتى في هذه الخمسينات من هذا القرن فقط 1900. يعني أين هي حقوق المرأة من تعدد الزوجات؟ أين هو حقوق الطفل من زواج بالأطفال؟ أين هو حقوق العبيد؟ يعني هذا هو زعما الكتاب بيقول فيه هو فيه الحق المطلقة، هو هذا مع أنه الإسلام يعني يتبجح والمسلمين أنه الإسلام جاء لتحرير الإنسان من عبودية الإنسان لعبودية رب الإنسان والحكي اللي بنسمعه. طب أخي حكمة، آسفة للتأخير، برأيك أخلاق محمد الله مثلا السب والشتائم والأشياء هاي في لها تأثير على واقع المسلمين حاليا؟ يعني الله بنعرف كلنا أنه هو القدوة الحسنة للمسلمين، برأيك هل الأخلاق هاي مثلا الشتائم اللي بنعرفها كلنا بالقرآن وعن لسان محمد ذات نفسه لها تأثير على واقع المسلمين حاليا؟ تفضل. بالبداية سلم على ليو، أخوي ليو اللي جاء شوية متأخر، حبيت سلم عليه.
اي طبعا الالفاظ الاسلاميه طبيعي انه ما ياخذوها الا من قدوتهم، وما اتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. يعني هو اي شيء يقوله الحديث هو شنو؟ يقول لك كل ما فعل او قال او يعني اقر، يعني فعل او كلام او اقرار من الرسول يعتبر هو هذا الحديث. يعني اذا فعل شيء، اذا انت خلص بعد يعتبر حديث، او قال شيء هو حديث، او اقر شيء شافه يعتبر حديث. فطبعا هم المسلمين يمشون على الشيء اللي متعلمينه من رسولهم. اشياء يعني مثلا انا يحضرني مره من المرات انه في رجل اجى على تشانزاني قال الرسول قال لعلك قبلت، قال لا، قال له هل عملت كذا وكذا، يعني صار يشرح لي قرب له المساله. اخر شيء قال بالمفتشر اليف، ما اقدر انطقها صراحه، يعني قال له اليف نون كا تا ها الف، يعني احنا نستحي ننطقها. يعني حكمه اسف على المقاطعه، بس هو قال انكتها، ونحن ما قصدنا انه نحكي كلام وسخ او شيء من القبيل، ولكن تصوروا نبيكم يا جماعه، النبي محمد القدوه الحسنه يتلفظ بهذه الالفاظ، يعني هو طبعا انسان عادي ما بقدر انتقد. تفضل حكمة. الحديث طبعا موجود بالبخاري ومسلم، طبعا هو يعني اخر شيء بالمفتشر قال له مثل ما انت قلت انكتها، يعني اذا هو عنده حياء او عنده اخلاق كان هالكلام ما ينطقه، كان يقدر بغير اساليب يقوله. يعني هل تفعل مثل ما يفعل الرجال بالنساء؟ خلاص هو راح يفهم، هو اصلا وضح له وما يريد يفهم، بس يريد يعني لازم يحكي الكلام هذا. وعنده شغلات اخرى، يعني يقول عدوه تهنئ به ولا تكنوا، عضوه بهنئ بهم ولا تكنوا، يعني ولا تكنوا، يعني لذ بكلام مستتر. بالمبتشر سب كلامه، وابو بكر كان يقول امصص بدر اللات والكلام، يعني حتى يعني القدوه مالتهم وجد غنيم لو تسمع شلون كلمات ينطق بالجسم تقول له ليش، يقول لك لا احنا قدوتنا الرسول، رسول يقول لك حق يعني تغلط على الكفار، فاحنا اي الفاظ يعني كلمه عرص وسخ نجس، يعني حتى كلمه عفوا الكلام شرموطه هم قايله، هذا وجدي غنيم المتقي اللي الناس اللي يتبعونه، يعني انجس الكلام يقوله، وإذا تسأله يقول لك إيه هذا موجود بتراثنا، إحنا نقدر نسب اللي يسب، هو يجيب الأمثلة اللي أنا قلتها ويجيبها للناس، يعني هذا القدوة مالتهم وجدي غنيم، وهو واحد إرهابي، يعني ما عنده دعوة إلا إلى الإرهاب. يعني والمشكلة لما تيجي تنتقده أو شيء، يعني يبلشوا المسلمين يسبوك مسبات، يعني لا يعني قاموس جديد فاتحين للمسبات، يعني المسلمين صراحه، يعني حتى غلبوا رسولهم، غلبوا الصحابه همينا بالمسبات، يعني يقولوا كلمات مسبات انا فعلا اخجل اقولها، يعني بالبدايه خجلت اقولها، بس تشجعتني يعني الكلام اللي قال الرسول، يعني هو هذا اللي موجود ومتعارف عليه، وهم قدوتهم الرسول والصحابة وياخذون من عندهم. يعني بصراحة حكمة، هو يعني نحن ما بدنا نتلفظ بهيك ألفاظ، ولكن للأسف الشديد يعني اللي بيخلي الواحد يعني غصب عنه يتلفظ بهيك ألفاظ، إنه بهم بأبشع صورة، ويدعون إنهم يعني أفضل الناس. فتعالوا لننكش شو عم تحكوا انتم، يعني تعالوا لا نعرف مين
أصحاب الألفاظ العفيفة ومين أصحاب النفوس العفيفة ومين هم أصحاب الألفاظ السيئة. يعني كلنا عايشين بالغرب يعني يا جماعة. أنا عاشرت الفرنسي، عاشرت الإنجليزي، عاشرت الأمريكي، عاشرت الإيطالي واليوناني، بس صدقوني يا جماعة ما في شعب من هالشعوب، يعني كل الناس في عندهم مسبات شتائم، بس الشعوب الإسلامية يعني عشان الباكستاني والأفغاني، الشعوب الإسلامية عندها تفنن، فن اسمه الشتيمة، فن اسمه يعني بتفننوا بالشتيمة. يعني مثلا عند الإنجليز ثلاث أربع كلمات، ثلاث أربع شتائم بيشتموا فيها، ولكن العرب حدث بلا حرج، بيخترعوا لك الشتائم من تحت الأرض. تفضل ليس، تفضل أرينا. نعم، فقط لأؤكد كلام مفسرنا الكريم انه كثير صح، انا ثاني اشتقت لك حكمت. الحديث امامهم، الكلام امامهم، والعباره امامهم، ورقم الحديث امامهم، وكل الامور امامهم. انا مش سامعك جان، مش سامعينك جان، اسف. لازم انت تقراها مشان تطلع على طول على عن ابن عباس. ابن عباس كان في عمره 13 سنة لما توفي النبي. كمية الأحاديث اللي حكاها أكثر من جدتي لما تحكي قصصها رضي الله عنهما، لأنه عباس. ذكر أن عباس أسلم، هو أحد الاثنين من عموم محمد الذين أسلموا، في حمزة وعباس فقط الذين أسلموا قبل فتح مكة بالتأكيد، لأنه فتح مكة دخل الإيمان وغمر قلوبهم كلهم كما نعرف. وعباس أسلم من أجل الفدية والحرية. قال: لما أتى معاذ بن ملك النبي صلوات ربهم عليه، يصلي ليلا نهار مسكين، قال: لعلك قبلت وغمزت ونظرت. كان عنده طرافة رسول كريم. قال: لا يا رسول الله. أوكي. قال: أنكتها لا يكني. قال: فعند ذلك أمر برجمي. صراحه ما ها هذا موجود في كتبهم. انا لا ادري كيف شخص يهدي صحيح البخاري كهديه، انا ممكن ارميه في وجهه. اعطي مثال فقط. انا اذا كان شخص عنده صحيح البخاري قبل ان يحرقه او يدفئ نفسه به، انصحه ان يفتح فقط الكتاب في وسط. اعطيكم مثال. انا في يوم من الايام فتحت هكذا، وكنت في كتاب التفسير سوره الفاتحه، اول حديث فيها يقول فيها ماذا؟ يقول: حدثنا. أعطيكم، أخليكم الحديث هو 4474. إذا كان فيه سعيد بن معلي كان يصلي، يقول لنا: كنت أصلي في المسجد فدعاني الرسول فلم أجبه. أوكي، هو يصلي، إذا أمر طبيعي أنه لم يجب. فلما انتهى قال: قلت: يا رسول الله، إني كنت أصلي. اولا تخيل، على فكره فقط، سعيد بن معلى صغير في السن في هذه الفتره، ماذا يقول له صلى الله عليه وسلم؟ يقول له: الم يقل الله: استجيبوا لله والرسول اذا دعاكم؟ معنى انا دعيتك، لماذا لم تاتي؟ انا هو البيج بوس، قلت لك تعال تعال، صليت ام لم تصلي؟ انا هنا. ثم قال لي، معنى صلى الله عليه وسلم يواصل: لأعلمنك صوره هي اعظم صور القران قبل ان تخرج من المسجد. أعطاه وعد، قال له: أعطيك مفتاح السر، أعطيك أفضل صورة، أنت حبيبي، أنا أعطيك الصورة الجميلة والأقوى كلها. أوكي. ثم أخذ بيدي، كان يحب الأيادي الأطفال، فلما أراد أن يخرج قلت له: خلاص كمل، صلى به وأخذ يده وكل الأمور. ولما انتهى لم يعطيه الصورة. كذب عليه. قال له: ألم تقل لي لأعلمنك صورة هي أعظم صور في القرآن؟ تخيل الإجابة. قال له: الحمد لله رب العالمين، هي السبع المثاني والقرآن العظيم. أعظم سورة في القرآن هي القرآن العظيم. تخيل، هذا حديث أخذته هكذا دون اختيار، تأخذ الحديث تتمعن فيه كأنه شخص عادي، وترى البلاوي السوداء، شخص يسخر من طفل صغير بكل بساطة. هذه هي القصة بكل بساطة. لكن لما تكون في خشوع، تكون: حدثنا مسددا، حدثنا يحيى رضي الله عنه، رضي الله صلوات، لا تفكر، ما في تفكير، في قداسة فقط، في قداسة عظمى، تقول: سبحان الله، هي السبع المثاني والقرآن العظيم.
أفضل سور القرآن هي القرآن العظيم. وأحاديث من هذا الطبع حدث ولا حرج. مثلا أنا ذكرت قصة صفية بحث في نفس الوقت العبارة في حد ذاتها. يقول لك هو دائما في البخاري، أنا لا أستشهد إلا بهذا الكتاب، في قصة في كتاب المغازي في غزوة خيبر، يأتي يقول لك فجمع السبي فجاء دحية الكلبي رضي الله عنه فقال للنبي أعطيني جارية، يطلب حقه الشخص، أعطيني جارية ما فيش نقاش. قال له من السبي، قال فخذ جارية، إيش هو المشكل؟ هو يتكلم على بشر قتلت عائلاتهم في ساعات من قبل، أغلبهم نساء ضعاف، خذ منك سبايا. والأمر الغريب في باقي الحديث لما يواصل يقول فجاء رجل إلى النبي، يخفون البخاري يخفي اسم الشخصية لكي لا يفضح، فجاء الرجل إلى النبي وقال يا نبي أعطيت دحية صفية بنت حيي وهي سيدة قراضين والنظر لا تصلح إلا لك، قال دعوه بها. فجاء بهما، فلما نظر النبي إليها قال خذ جارية أخرى من السبيل. ما أنا لا أطلب حتى أن نقبل أو نرفض أو نفكر، فقط العبارات، طريقة الكلام هذا الأشخاص أليسوا عصابة؟ لو أخذ نفس الكلام في فيلم عن المافيا لجازت. صدقني ما أظن المافيا تعمل هيك شيء، يعني ما سمعنا المافيا أخذوا هيك شيء وعملوا هيك شيء. يعني مثل ما قلت أخي ليث، تصور أنه واحد راح قتل قبيلة كاملة، أخذ النساء، في وحدة حلوة راحت عليه قام أخذ فلان، وجاء قالوا لرئيس العصابة قالوا له هذيك حلوة روح خذها يا زلمة، راحت عليك أخذ فلان، راح أخذها طلع عليها وهو هي حلوة أعطيني إياها وخذ وحدة بدالها يلا. يعني عم بيحكوا عن بشر، عم بيحكوا عن ناس قتلت أهاليهم، سرقت أموالهم، أطفالهم تشردوا. يعني هذا من عند الله، هذا جاي يكمل الأخلاق البشرية، وجئت لكمل مكارم الأخلاق ولا بطيخ الأخلاق ولا هزفت هذا اللي بنسمعه. أخي سامي معك الميكروفون، في عندك تفضل حكي. ما تخلص معنا النقطة، بس ردت أضيف أنه هو لما مقبل بجارية واحدة قال له أعطيك جاريتين، يعني بدل جارية بس يريد يأخذها، يعني انطاها جاريتين يلا قبل، وعن مضض قبل الدحية الكلب. يا سلام، أغنام عم بيبدل بأغنام ببعضهم. يعني يا حيف هذا يكون قدوة حسنة لكل هالناس اللي هي المؤمنة عن جهل، طبعا عن جهل وعن عدم دراية بهالمجرم السفاح هذا. سامي معك الميكروفون حبيبي، شو بتحب تكمل في شذوذ محمد ولا بتحب؟ أنا تكلمت على قبل في حلقاتك على كل ما قاله الأخ الأخوان قالوها، يعني فأنا نحب نجيب حاجات جديدة. مثلا قلت على الحديث كانت أغزو تبوك ووسكو بنت الأصفر، هو ليه ما مشى الأفريقيا الكحلة السوداء بجنبه وجاء أحنا الأمازيغ وذهب إلى إسبانيا لكي يغزو يعني البنت الأصفر، فهمت هذيك علاش كانت على قبل في موقعة صفية بنت حيي معروفة الدحية، يعني أعطاها هو اللي رمى، يعني أنت ترمي قبل حاجة فوق المرأة تكون ليك، فذهب الرجل اللي قال عليها صاحبي ليت أظن هيك، فقال له رو ثم هناك دحية أنت تستاهلها يعني أكبر، فاختار صفية بنت حيي يعني ونكحها بعد قتل زوجها كنانة بن الربيع وأبوها وخالها وأخوها، ونكحها بعد ساعات في الطريق، يعني لم يصبر. وهناك زوج صحابة قعدوا في الخيمة حتى الصبح، فخرج الرسول النبي صانع الإسلام قال لهم ماذا تفعل؟ قالوا له يا رسول الله خفنا عليك أن تقتلك، فأنت قتلت زوجها وأخوها وأبوها وخالها، فضحك. يعني ما هذه باش نتكلم عنها. أنا اللي يهمني بأني باش نعطيكم حاجة مثلا ما يعرفوهاش المسلمين، أرجعوا للسيرة الحلبية، هنالك 44 مرجع يتكلم عليها، أعملوا حب محمد لزاهر،
زاهر اسمه، فهمت؟ ما تكلم الا من السيره النبويه، افتحوا كتبكم، فهمت؟ يعني مع زاهر هذا مكتوبه، مش نلخص مش نطولش الكلام، لانه محمد كان يحب زاهر، فاتاهم الخلف احتضان محمد لجهم الخلف وعملوا هيك. فزاهر عندما في السير الحلبية 40 مرجع اكتشف محمد وخر له شيء يزيد لزق، يعني لزق، وهذه مكتوبه في كتبكم، سامحوني. هذه حاجه ما يعرفوها المسلمين، نحب نتكلم على حاجه يعني ما يعرفهاش المسلمين. في موضوع في حاجه اخرى، نكاح الميتة ونكاح الميتة ووطأ نكاح الوداع يسموه بعض الشيوخ، والزمزمي في المغرب وتكلم عليه، والبرلمان المصري ناقشوا عليه، شوفوا يوتيوب حلقة في تلفزة وتكلموا على ثم برلماني قال لك حللنا مثلا عندما تموت زوجتك ننكحها بعد 6 ساعات، نكاح الميتة. هقول لكم نكاح الميتة يعني ضجع محمد، نعطي شوفوا الويكي وورز، حطيك المراجع تكلمت عليه، المراجع السينمائية. ضجع محمد بميتة، ضجع وضع الرسول قميصه فالبسه ام علي بن ابي طالب، ام علي في القبر، هذه مكتوبه يا مسلمين احبكم واعزكم، لكن في الكتب انقل ام علي بن ابي طالب، واضطجع معها في قبرها، لما سوى عليها التراب، لو عملوا سووا التراب عليه، عملوا التراب يعني سوى، فقالوا له يا رسول الله رأيناك تفعل شيء لم تفعله قبل، فهمت؟ فأتى يعني قلت لك بين حطى، فأتى يعني محمد قميصه، فقالوا له لماذا يعني رأينا تفعل شيء لم تفعله في قبل، فقال لهم يعني أردت أن أخفف، ولا ليخفف عنها ضجع القبر، يعني ضجع القبر، هذا ما قال لهم الرسول في السيرة، في السيرة اللي ذكرتها في 42 سير الحلبية و40 مرجع. وكذلك في كثير مراجع يقول لك باب الوطأ الميتة 16 مرجع كذلك، لا يعاد غسل الميتة إذا أولج فيها، إذا أولج فيها لا يعاد غسل الميتة إذا أولج فيها، فهمت؟ يعني مثلا لا هناك حد لمن يضجع الميتة، وهذا قالها الزمزم الشجاع من المغرب، وقالوا له كيف؟ قال لهم اسكتوا أنتم كفرة، هذه الكتب الإسلامية، فهمت؟ باش نضيف حاجات أخرى أبار اللي قالوها، فهمت؟ حلل وهبتنا يعني ما حفصة جاءت حفصة ذهبت إلى بيت تزور أبوها، فوجدته مع ماريا القبطية، فأرمته بحذاء يعني، وقالت له يا رسول الله رأيتك في نهاري وفي سريري، يعني تفاجأت يعني هو ينكح، فقال لا تقولي عائشة، فهمت؟ وبعدين يعني هذه مكتوبة في شوف الصحيحين، فهمت؟ وحديث، فهمت؟ مش نطول فيها ده. وكذلك التي وهبنا نفسها بالآية، وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي وإن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من غير المؤمنين، هذه آية الدعارة، والدعارة محللة في الإسلام كذلك، شوفوا عملت حلقة على هذا. يعني حتى خالته مكتوبة صحيح، خالته وهبت نفسها، خلي الآخرين والأخرى اللي قاتلوا هذيك قاتلوا، هل قال أهو بنفسي، قالت له هل أهب نفسها، خولة خالته خولة مكتوبة هيك، أنا أقرأ لكم كتبكم، فهمت؟ وذيك الآية امرأة المؤمن يعني نزلت عندما قال لحفصة لا تقولي، فبعدين ذهب ورجع فقال لها الله قال لي أنكح ما تريد، يعني إنه هذه يعني ظروف نزول الآية، قال لحفصة ما تقولي لأن الله قال لي، وامرأة مؤمنة وهبت نفسها للنبي وإن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من غير المؤمنين، باش يرضي حفصة. هو رقم بن نوفل قص مكة بن عم خديجة اللي كتبها لك، ما شاء الله يعني أنا عملت بحث، فهمت؟ وحل وهبت نفسها للنبي، وهنالك امرأة شجاعة قالت له، قال محمد أهبي نفسك لي، قالت له أهب نفسي للسوق يعني، فتغش محمد، هذه مكتوبة في كتبهم كذلك. الوحي في ثياب عائشة مكتوبة، يعني في الثياب يلبس ثياب عائشة مرات وجه الوحي، مكتوبة في كتبكم اسمحوني، فهمت؟ يعني نكاح المرأة الحائض، نكح عائشة وهي حائض، مكتوبة في كتبكم.
يعني عضض عضض بذر امك كما قالوها الاخوان، فعضوه بهن ابيه، كان يشتم محمد، فعضوه بهن ابيه يعني برا ام، يعني عض ما نعرفش تاع ابوك يعني ما نقولها، فهمت؟ ولا يهمك ولا يهمك سامي، اكمل اكمل. يعني هو كان بصراحه من القاذورات اللي تخرج من محمد، انه يامر، امرنا رسول الله. يعني في واحد الحديث انا ما بيخطر لي بالضبط هلا، ما موجود قدامي، انه كان رجل شريف، يعني قصدي انسانه عفيف، فقال الكلمه امصص بزر عض هن ابوك، يعني بهالبتاع. فقالوا له ما كنت فحاشا؟ قال سمعت رسول الله امرنا ان راينا احد يتعزى بعزاء الجاهليه فعضه ولا تكنوا. يعني فالزلمه ما كان فحاش، محمد خلاه يصير فحاش، الاسلام خلاه يصير فحاش، خلاه ينطق كلام هو اصلا ما متعود عليه والناس ما متعودين عليه، انه معقول هالرجل هذا عم يطلع منه الفاحشه او الكلام السيء بهالعبارات هي السيئه. يعني للاسف الشديد محمد هو اللي اكمل. اخي سامي اسف للمقاطعه. يعني شكرا. لان هذا اسمه الصحابي اسمه معاذ، هو اللي قلت يعني ردد ما قال محمد. بالضبط اعضض بالضبط. اعضض بذر امك واعضض يعني يعني اصيب يعني بقضيب ابوك، يعني فهمت؟ قال اعضض، هذا اعضض به، فاعضوه بهن ابيه، يعني اعضض يعني قضيب ابوك بالعربيه، يعني فهمت؟ وقال له اعضض اير ابوك، يعني فهمت؟ بصراحه انا نقول له زب، سامحني بالواحد، اعضض زب ابوك، يعني كلام هذا بتاع النبي، ولا اعضض بضر امك، بضر امك يعني فرج امك يا حبيبي، هذه يعني مكتوبه. وقالها معاذ كررها، قالوا له كيف انت فاحش ولا ايه؟ خاطر حتى قريش ما كانوش، العرب ما كانوش فاحشين كيفه. قالهم قالها النبي، هنا انت مع النبي، يعني يعني النبي سيره حسنه، يعني فهمت؟ يعني فلهذا هذا في الموضوع هذا نكاح المرأة الحائض، أعطيت لك من سورة الطلاق 4، وهو اغتصب عائشة وهي طفلة 9 سنوات، وما قلت لكم من 6 إلى 9 فحشها 54 سنة. ثم كذلك في الكتب كذلك بأن يحب دم الحيض محمد، يعني كما قلت لكم يعني مع عائشة، فخض يعني في فخذها وضع خدها ويتلو القرآن. الشتائم كذلك يشتم في أبو لهب، وتبت أبي لهب، وتب معناه وزوجته حملت الحطب. يعني الله الله تارك الكون وامراض استراليا ومتوله لي بنكاح محمد وبالشتمان ابو لهب وكذلك ابو جهل، فهمت؟ تعرفوا هذيك غار الحراء، باش نقول حاجه واحده باش تعدى غار حراء، اقرأوا السيره النبويه لابن هشام، لابن هشام المنقوله من استاذه، المنقوله من استاذه البكائي، المنقوله من استاذه ابن اسحاق، ستروا الكلمات هذه، فهمت؟ يعني الكلمات هذه هو كان الغار حراء، محمد حلم بها، حلم بها، حلم بها في السيرة النبوية. أول مكاتب السيرة النبوية لابن هشام هو ابن إسحاق، هو ابن إسحاق أول ما كتبه، وهو أبوه كان مسيحي وجده ابن إسحاق، وأخذ تشوف السيرة النبوية لابن إسحاق كلها مأخوذة من سيرة المسيح وأوغستينو، أوغستينو من الجزائر أصله، يعني معروف في المسيحية، فهمت؟ كلهم يعني الوحي كان حلم، حلم حلم به، يقول السير نبوي ابن اسحاق حلم، هما ردوها بان حقيقيه، كذبوا علينا. اقروا اعملوا جوجل وحتشوفوا، يعطيكم البيج بتاع السير نبوي. هذا كذلك يعني مهم. وكذلك ترك اصحابه وذهب ينكح كما قلت، انت مع امراه، يعني انت في اجتماع يا اخ جان تقول لهم رح عندي عندي على الحديث بصراحه، وهالحديث هذا كثير مهم، يعني رح نرجع نجي عليه. خليني نكمل نقاط جست 4 وعلى خفيف، وما ندخل في الديتاي اللي كان الوقت، خليني نكمل جست الفكره اللي نتكلم عليه بعد علي الحديث، فهمت؟ انا ما حبيت نعطي الديتاي اللي كان على الوقت، فهمت؟ ترك اصحابه ونكح امراه، غزواته ما نقولوش كل شهر ونص يغزو، يغزو
لان ما عنده لا خدمه لا ردمه، كان يغزو يسبي الفتيات وياخذ البعض. هذيك غزوه بني قريظه والقينقاع واوطاس ويعني كثير بني النضير وكثير، يعني كل شهر ونص المدينه يغزو لكي يطوفوا عن النساء على ساعه واحده بغسل واحد بالكتب. اعطاه جبريل فياجرا يسموه الكفيت في عهدها، الكفيت. قال رسول الله انا كنت اضعف منك جنسيا، لكن الان اعطاني جبريل الله الكفيت، انا اصبحت قوه 40 رجل. 40 رجل، والراجل يكون في الجنه بألف رجل، يعني احسب قديش القوه نتاعو. هل هنالك تيست؟ هل عملوا تيست في تيست ثم في السياره؟ اوكي شوفوا، لكن تيست في الجنس انا ما اعرف. فهمت؟ وكذلك محمد لم ينجب اي خلينا نتكلم عن النقطه هذه. خديجه كانت عمرها 45 وبعد انجبت 6 اطفال، هل انا غبي اصدق هذا؟ 45 قبل ما يستطيعوا. هو كان ينجب. زواج الاستبضاع، يعني انا اظن كان الاستبضاع ماشي وزواج. طيب ليث في حديث عن انس، اظن بس دقيقه واحده، بسنن الترمذي عن قتاده عن انس انه النبي كان يطوف على نسائه 9 بغسل واحد. انا بس بدي يعني التحليل هون منك ليث عن 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 بالضبط عن عن أمة عن عن، يعني شو بدك تاخذ منها هون؟ بدي تحليل بس منك ليث، يعني هلا نكون صريحين، ما في واحد من مسلم الا يتفاخر بعدد المرات التي يفعلها. يعني برايك هذا، هل الثقافه هي الثقافه الاسلاميه هي اللي الناس تتفاخر انه انا والله بعمل 3 مرات واربع مرات وعشر مرات، وهل تفاهات هي اللي يتبجحون بها؟ جاي من هالنقطه هالحديث هذا مثلا، يعني من مفاخره محمد انه والله انا فحل بالجنس وهالاشياء هي؟ تفضل. سؤال جميل. هي علينا أن نفهم أنه فيه تداخلات كثيرة، فيه البشرية تتطور وعندها مشاكل من البداية، ودائما فيه مشاكل ونتطور ونصلح. مشكل الذكورية والمشاكل المجتمعات الذكورية موجودة في كل المجتمعات وموجودة في ثقافات عديدة. المشكل مع الدين هو أنه يرسخ إلى الأبد مشاكل مر زمنها حليناها وتقدمنا عليها. إذا لما تأخذ النقطة هذه في حد ذاتها، مشكلة التفاخر وأنا كذا وأنا كم عدد، أن الدين في حد ذاته يعطيك ثقافة القرن 7 أو 8 وأخلاق هذاك القرن، ويعطيها في قرن انتهت مدة صلاحيته ويمجد إلى الأبد هذه النقطة. لكن على ذكر أنس لا له أحاديث كثيرة شخصية جدا، هو الطرف الثاني مع عائشة في المواضيع هذه. وعلى ذكر الأحاديث الشخصية في مسند أحمد، ممكن أضع صورة بعدين دقيقة. لكن في نقطة الأبناء اللي ذكرها أخي سام، أنا دائما أخذ المثال الأخير، فاطمة ولدتها خديجة على سن 62 سنة. إيه ذا؟ إيه القصة؟ ما المغزى؟ 62 سنة؟ طفلة؟ 3 سنين قبل ما تموت؟ ما غريب. والمشكل هو كما قال، أظن أنه كانت باقي فكرة الأخصام، هو أنه 6 أولاد في ظرف من 45 أو من 40 سنة إلى 65، ومن بعد لا شيء. نساء بالجملة ومن وهبت وسبايا، ولا مرة أخطأ. كان عنده الكندم قبل الوقت نظن، وإلا كان عنده مشكل آخر، وهذا ما يشرح النقطة هذه. حتى لما نقرأ قصة ماريا القبطية اللي ذكرها أيضا صام، وهي صراحة أنا أطلب من أي مسلم أن يذهب يقرأ سورة التحريم. ماذا حرم سلام لنفسه؟ حرم نفسه ماريا القبطية في فراش حفصة. لكن لما نقرأ الأحاديث نراه مبتهجا بقصة إبراهيم. إبراهيم هو الولد الذي ولدته ماريا القبطية بعد ما أخذها كهدية، لأنه لكل من يقول العبودية ليست جزء من الإسلام إلى آخر من هذه الأمور، تخيل أنت حبيبي جان، يهدوك إنسان، ممكن انت عندك سبايا بالالاف، ممكن تقول السبايا هي الحرب والحرب عادي الى اخر من هذه الامور الى اخره.
أوكي، لكن أعطاوك هدية من عند قوم الأقباط، ممكن تظهر لهم أنك نبي الرحمة ونبي التطور وتريد أن تنزل عبودية وتحررها. عندك نساء بالعشرات، مرأة أكثر أو مرأة أقل، فيه المشكلة. لا، يأخذها يقبلها كهدية ويعمل ما يعمل معها. ثم تأتي قصة إبراهيم وفيه فرح رهيب. الشخص في عمره أكثر من 59 سنة ممكن لما أخذ ماريا القبطية، ممكن هذا السن، فرحان أنه فيه طفل جدا، ومصدوم لما عائشة تقول له لا يشبهك، صدمة العجوز. إذن شخصية محمد نراها من هذه القصة، من هذه القصص ومن هذا الوصف. فيه فقط حديث تعجم الراو ومعاه سؤال. في مسند أحمد بن حنبل في باب مسند عائشة، عن عائشة قالت: تناولني النبي فقلت إني صائمة، فقال: وأنا صائم. رومانسي حبيبي، فيلم 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 في هذا الساعة. والسؤال من الشخص الطيب: لو شرحت لنا يوم المؤمنين كيف تناولك؟ عايزين التفاصيل. وفي نقاط كثيرة. ممكن أنا أخذ نقطة أخرى مختلفة تماما على ما دام نتكلم على الأخلاق، هو الجبن. تكلم أخي صام على الشذوذ، تكلم على نقاط كثيرة، لكن الجبن في الحرب أنه كان جبان. أول نقطة مثلا، هو لم يقتل في أي غزوة أحد، بل كان يعطي سيفه لشخص آخر، أظن أنه نسيت شخص، دجانة أو أمر كهذا، ممكن نبحث الحديث دقيقة. هو في صحيح مسلم: أنا رسول الله أخذ سيفا يوما يوم أحد، فقال: من يأخذ مني، من يأخذ مني سيفي؟ ثم قال، ثم تقدم الشخص، كان اسمه بن خرجة أبو دجانة. الحديث 2470. نفس الشيء كان يقف خلف السرية. هو يعترف أنه دائما كان يمكث خلف السرية أثناء الغزوات. صحيح البخاري نجد أنه سمعت النبي والذي نفسي بيده، لولا أن رجلا من المؤمنين لا تطيب أنفسهم أن يتخلفوا عني، ولا أجد ما أحملهم عليه ما تخلفت عن سرية تغزو في سبيل الله. بمعنى أنه كان دائما يتخلف السرية. وفيه نقاط كثيرة. هو مرة مثلا تداعى الموت، لأن ظنه مات فتداعى الموت. أنت عارف حبيبي جان، الشخص الذي يريد أن يبني مجدا لنفسه يؤلف، يختبئ، ثم يستغل الفرص، هو فقط يريد الصورة. حتى هو كان يتمنى الموت ويموت ويعيش ويعود، يموت فيغزو، يموت فيغزو، إلى آخر من هذه التكرارات، لأنه فقط أمنيات. في الحقيقة كان شخص جبان جدا، كان يقع خلف السريات، كان يعطي سيفه، كان لما يحدث له أي حادث في الغزو يغيب عن الغزو القادم، كان يستعمل دراعا بشريا. تخيل، كان يأخذ نفس الشخص اللي تكلمنا عليه أبو دجانة، يأخذه كدراع دراع جسدي. مثلا في السيرة النبوية لابن هشام نجد أنه ابن إسحاق يقول لنا: وترس دون رسول الله أبو دجانة بنفسه، يقع النبل في ظهره وهو منحن عليه حتى كثر فيه النبل. كان يستعمله كدراع بشري. أين الشجاعة؟ أين النبي وأين الحريات؟ هل كان حقيقة يؤمن بكل هذه القصص؟ هل كان حقيقة يؤمن ويتمنى أن يموت في سبيل قضيته؟ صراحة لما أقرأ هذه النصوص ليس هذا هو إحساسي. بكل تأكيد ليث، يعني نحن حتى شفنا من فيلم الرسالة لما بغض أحد، يعني ذبوا عن رسول الله، أحموا رسول الله. لا، لكن الفكرة اللي يعطيه الفيلم هو أنه هم الصحابة الذين كانوا يعملون هذا الأمر، لكن هو في الحقيقة هو الذي كان يطلب هذا الأمر. هذا فرق كبير. هو الذي كان يطلب الحماية، هو الذي كان يستعمل صحابة كدراع، هو الذي كان يعطي السيف لصحابي آخر، الفعل من عنده. بالضبط. رانيا، إذا جيت لعندك في مسألة نكاح الميتة، يعني الأخونا سامي وأورد لنا الحديث وأنه كانت خالته، يعني كيف بتحلل شخص
يحاول انه ينام مع ميت، وطلع اخيرا من هذا الشيخ المغربي وافتى، وكان شجاع بصراحه لما قال طالع ما سالت نكاح الميته. كيف تحللي شخصيه محمد بهالواقع هاي بالذات؟ تفضلي. نعم نعم، هذه اشياء يعني صادمه جدا، سواء المسلمين او الاكس مسلمين يعني سابقين، يعني اشياء صادمه، يعني ما تقدرش تتصور جدا انك تسمع شيء كما هيك وتقرا في كتب سيره النبي، يعني اشياء رهيبه. اصلا مثلا لما نشوفوا بعض الفيديوهات ما تقدرش تتصور يعني اشياء بشعه جدا، كيف هاد الدواعش هاد صغار في السن ناس داعش كيف يقتلوا حيوانات مثلا حمار، يعني تشوف ينشروهم وفرحانين يعني ويضحكوا، يعني اشياء رهيبه، يعني شوك، يعني تعمل لك صدمه، تقول ما في ما هي مشكله هاد الناس، لماذا هم عنيفين هاد، من اين جاء هذا العنف هذا؟ ولما ترجع تقرا تلاقي انه في الاسلام مثلا محللين انك تقتل مثلا الحمار، العنف موجود عن محمد يعني طول حياته يعمل في حروب، طبعا ما دام هو ماخذينهم كقدوه، ماخذينهم هو كقدوه، هذا حاجه طبيعيه جدا، يعني اشياء يعني لا تصدق، يعني يمدى لها الجبين يعني لهم كمسلمين لو هم صح مؤمنين بانه هذا هو نبيهم. انا في صوره بصراحه بدي حابب اعرضها لاصدقائنا، بس يعني كنت تتحملونا، وانا بدي من الاخ حكمت يعلقلنا عليها ويشوف لنا جذور المساله هاي في التراث الاسلامي. دقيقه واحده تمام. خلونا نشوف الصورة هاي، يعني هذا واقع شايفينه بصراحة. على كل حال الجذور طلعت، يعني عبد الله بن جعفر في قرب الأستاذ عن الحسن بن ظريف عن الحسين بن علوان عن جعفر بن عن أبيه عن علي عليهم السلام أنه سأل عن راكب البهيمة فقال لا رجم عليه ولا حد ولكن يعاقب عقوبة موجعة. يعني شو العقوبة الموجعة؟ ما بعرف يعني. على كل إن هدول حاطين فضيحة الحشد، ولا على كل هدول مسلمين يعني الناكحين الحمير واحد نزك راسه يا حيف، يعني يا حيف. حكمة تفضل حبيبي، تعليقك على هالمنظر هذا ونكاح البهيمة فيه. لا، اللي عرفه لا حد على من ضاجع البهيمة، ولا حد على من ضاجع يعني عمته أو خالته أو أمه أو أخته، ولكن المهر يرجع اللي تزوجها، يعني يفصلون الزواج واللي هي تاخذ المار، يعني ما في عليه حد حتى لو تزوج امه. يعني هلا تاخذ مهر، يعني هلا جحشه هي المسكينه اللي مسكينه اثنين عندها مهر يعني تاخذه، يعني لا يعني هو ما في عليه حد، يعني يبقى على القاضي، ممكن القاضي يامر بجلده 10 او 20 جلده او يعفي عنه، يعني ما يعني هاي مو من حدود الله مثل ما يقول، الحدود معروفه يعني بالاسلام، بس هذا مو من ضمن الحدود، اذا ضاجع ميته او ضاجع حيوان او ضاجع الام ولا الاخت ولا العمه ولا الخاله، يعني هاي ما في عليها حد، يعني مع الحديث هذا من ضاجع الأم أو الأخت أتصور للإمام أبو حنيفة اللي أتذكره، الإمام أبو حنيفة أنه ماكو عليه حد إذا ضاجع أحد هؤلاء. بس أنا حبيت أذكر دناوة من دناوات محمد مثل ما تسموه الليالي الحمراء، يعني أنا
قريتها منا في حلقة، هو الحديث عن الطبري وأخرجه ابن حجر عن جويرية بنت الحارث. جويرية بنت الحارث كانت يعني أسيرة صارت بالحرب، وهي سيدة قومها مثل ما هي تقول، فوقعت من نصيب ثابت بن قيس. فهي قالت أنا أروح لرسول الله خلي هو يزوجنا. فعائشة من شافتها قالت خلص ما دام راحت عند رسول الله وهي جميلة خلص، يعني رسول الله راح يأخذها لنفسه حتى لو جاية تزوج غير واحد. فقالت له أطلبي تفضلي. الرسول قال لها، قالت له يا رسول الله أريدك تزوجني، وقعت من سهم ثابت بن قيس وأريدك تزوجنا. فقال لها هلا أدلك على يعني أفضل من ثابت بن قيس؟ قالت له منه؟ قال له أني. فيعني فهي حقيقة يعني وحديث، هذا مو أني ما جايب من جيبي هذا، عن الطبري موجود هذا، وموجود في راوي محدثين آخرين غير الطبري، الصور بن كثيرا منها. فالمهم هي قالت له أوكي، يعني وافقت رأسا. يعني الدناوة أتخيل مثلا، تخيل أروح أنا أروح عند مأذون أقول له يعني مرأة تروح عند مأذون زوج لي فلان، فالمأذون يقول له خلاص أنا أتجوزك. يعني هذا يعتبر دناوة، أو مثل اللي واحد ضرب يعني، هو مو يقول أصحابي رسول الله، مو يقول ذول ثابت بن قيس ولا غيره أبو بكر وعمر، مو يقول ذول أصحابي. يعني أنت رحت خنت صاحبك يريد يتزوج هذه المرأة، وهي طلبت منك أنه تزوجهم لبعض، أنت رحت ضربت عينك عليها وأخذتها لنفسك. هذا يعني أكبر دناوة سواه، لأنه كان ما يعيف النسوان، أي مرأة يشوفها ويعني ملحت بقصة صفية كانت واضحة أنه كان مصمم يأخذها لما وصفوا له جمالها وكما شايفها. فدحي الكلبي وقع من نصيبه، وأمين دحي الكلبي إنسان من الشباب الجميلين، يعني في روايته راح أشرحها في حلقة، إنه من الناس اللي تشبه جبرائيل بيهم، يعني على أساس إنه يجي على صورة دحي الكلبي أحد القصص. يعني قال هل تعرفون من هذا؟ قال هذا جبريل. يعني المهم يعني هو ما يرحم شاب، بس يشوف أي واحدة جميلة، حتى عائشة كانت تعرفها. يعني قصة شو اسمه يعني نسينا نقولها، قصة زينب بن جحش زوجة ابنه بالتبني. يعني هذا عار كبير كان بالعرب انه واحد ياخذ زوجة الابن بالتبني. يعني هو حرم التبني بس من اجل متعته الشخصية. يعني اي خسة واي نذالة بهاي الانسان اذا نشرحها حاليا، هالاشياء اللي نشرحها عن شخص راح تلعنه 100 مرة. بعدين اذا تقول له رسول الله هو ما عنده خبر، يعني ما راح يصدق. يعني فعلا عمل من هالشغلة واكثر من هذا عمل. حكمت هون بصراحة، انا بتذكر اشياء هون، يعني الاخلاق محمد هي الدنيئة هي اثرت على مجتمعنا. يعني هلا كثير نحن سمعنا واحد مات اخوه اخذ مرته، يعني او يعني كثير نحن سمعانين هالقصص هي، واحد مات مثلا اخوه او ابن عمه او حتى والده ولا اخذ مرته. يعني انا ليس بدي اجي لعندك بهالنقطه هي، انه يعني ناكح 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 امه ما عليه حد، ناكح خالته ما عليه حد، وشفنا يعني ما طلق مرت ابنه مشان ياخذها هو مشان ينبسط عليها. وبدعوا المسلمين لما بيجوا عند الملحدين ينكحون امهاتهم واخواتهم، وهالحكي الفاضي اللي ما بيصدر غير عند عديمي الاخلاق مثل الشباب اللي بيحكوا هالحكي هذا.
شو رأيك شو رأيك كيف تقارن هل التناقض هالشخصية هي المسلمة بهالنقطة هي؟ هي ببساطة أخي جان، هو المشكل هو أنه عند المؤمن المعيار هو الدين، معيار الأخلاق هو الدين. إذا كان أمر ديني فهو يعتبر أخلاقي، إذا كان غير موجود في الدين أو مناقض للدين فهو غير أخلاقي. الأمر بسيط، لو أخذت نفس العبارة ونفس الفعل الذي يلومك فيه ووجده في دينه يصبح أخلاقي وعادي، إذا ما كان فيه يصبح أمر مدمر. على ذكر زواج الأخ والأخت إلى آخره، فيه الصحابة وفيه الخلفاء الراشدون، كان كل ما يموت شخص أو صحابي يتزوج زوجته، كانت متفشية هذه العادة جدا جدا جدا، وممكن الإخوة يخصوا حلقات في هذا الموضوع. أنا صراحة مثلا في يوم من الأيام كنت قررت أن أعرف عدد زوجات عمر بن الخطاب مثلا. على فكرة ممكن أن يكون هو أصلا اسمه عمر بن الخطاب لأنه كان يمتهن هذا المهنة لما كان صغير. المهم عدد رهيب رهيب، الصحابي الذي يموت يأخذ زوجته بكل بساطة، وثم يقول إنك أربعة وما أربعة، هم يتحايلون فقط بهذه العبارات. وفي نقطة الأخلاق بالنسبة للزواج وكل شخص يأخذ النساء من هذه كلها ناتجة من فكر أن المرأة شيء، أن المرأة أوبجكت، بضاعة تؤخذ تباع تشترى تزوج إلى آخر من الأمور، تجعلنا نشمئز اليوم لما نسمع نصوص كهذه وتعتبر كرمز للعفة وللأخلاق. أمر يظهر غريب جدا، كيف أنت تلغي التبني مثلا؟ التبني هذا موضوع أنا متأكد أنه أغلب المسلمين بعواطف عادية لا يرون أي مشكل، يرون بالعكس في التبني من أكبر الـ الأشياء الإنسانية اللي ممكن يعملها شخص، أنه يأخذ يتيم ويربيه كابنه، يعطيه الحنان، يعطيه البيت، يعطيه إخوة أو عائلة، من أكبر الأشياء، من أعظم الأشياء اللي ممكن يعملها شخص. إذن حتى موضوع التبني يظهر غريب، كيف حرم الخنزير وحرم التبني وترك أكل الضباع وترك حلال مضاجعة الميت؟ ما غريب، أمر غريب ومتناقض. بالضبط. أنا سؤالي يا ليث، يعني المشكلة إنه مثلا المسلم يرى عادي إنه مثلا تتجوز مرت أخوك إذا توفت، أو مرت صاحبك أو صديقك بكل أريحية، ما عنده أي مشكلة هون، وإنه بيتهمنا بأنه نط على أخواتنا ولا على أمهاتنا، وهو ما عنده حد إذا نط على أخت على مرت على أمه يعني. فهل هل هالشخصية هي يعني، طب أنه يفكر أنه بديني حلال يعني، بديني معلش أنا معلش أخذ مرت أخوي، وأنا أتهم الناس هي اللي ما في ولا دليل واحد، وما في واحد عمل اصلا، ما بيعرفوا ملحد واحد نط على اخته او على امه، بالعكس ان زين المحرم. هو يسال، هو لا يتهم، يسال لماذا لا تنكح امك، لماذا لا تنكح كذا، هو يعطيها على شكل سؤال، والسؤال يظهر انه هو شخصيا لو نزع الدين منهم ممكن يعملها. هذا هو الامر الغريب والغبي في هذه القصه. لما تسالني انا لماذا لا انكح امي، كان انت مشكلتك هي فقط الدين، لو قبل الدين كنت تعملها؟ غباء غباء. هم الاسئله هذه والعبارات هذه فيها دناءه للمراه، هذه هي قصدي. لماذا لا يسالون لماذا لا تنكح اباك مثلا؟ يسال لماذا لا تنكح امك، لانه فكر المراه في هذا التفكير وهذه العقيده كشيء لا إرادة له، هذا هو المشكل. العلاقات الجنسية بكل بساطة مربوطة في قبول الطرفين، هذا أول قاعدة. أنت فقط تقرر أن تعملها مع أمك، هذا ما يشرح لماذا لا يقول لك لماذا لا تنكح أباك، لأنه في تفكيره أو نفس المعيار، ما دام لم يكن ما دام ما فيه دين إذا ممكن تعمل هذه وهذه. يسأل عن الأم، يسأل النساء، عن أختك، عن أمك، لأنه عندهم نظرة دانئة مدنئة مدمرة للمرأة. المرأة شيء لا إرادة لها ولا فكرة لها ولا قيمة لها. حتى الشيوخ تراهم يقول لك لا علم لهم، هم في نفس الوقت لا يتركوهم يتعلموا ويقول لك لا علم لها. صراحة
فكر ذكوري وغبي وقديم وأكل الدهر وشرب عليه. ممكن فقط صورة خفيفة قبل ما أترك الكلام ملخصة لشخصية سلام، يقول لك إنما جئت لأتمم مكارم الأخلاق وإنني لعلى خلق عظيم، نكحت طفلة ونكحت زوجة ابني، نكحت صفية وجورية بعد أن قتلت أهلها، نكحت هديتي ماريا على الفراش حفصة العمرية، كنت أنكح كل النساء في ساعة واحدة بدون أن أغتسل يا أمي على النظافة. وينهي ويقول لك ولولا وجود النساء لكنت نكحت حتى علي وعمر وأبوك. عليكم الله. هن علي وعمر خلصوا منه يعني، كان نكحوا وهم بتعرف يعني ما بتعرف خفايا، احتمال تطلع لنا أشياء أخرى ما لنا شايفينها لسه. طيب خلينا نروح للأخ سامي. تفضل أخي سامي، تفضل. شكرا اخي جان، خطر عندي كثير باش نقول لكن اتفهمك. لا خليني برب نكمل الافكار، مانيش في الطو... انا ندخل في الديتاي، لا ادخل في الديتاي لان مرات اخرى. اولا باش نتكلم، انا شاد في الحوايج اللي ما يعرفوها كثير المسلمين. علاش انا تكلم الاخ على التبني؟ هي مشكله في مصر، مليونين طفل الان في الشارع على نكاح محمد لبنته زينب بنت جحش لزيد بن محمد التبني. الآن مليونين في مساكين ما يتبنوش، فهمت؟ لا يعني مشكلة في الدول العربية التبني في هذا. في نكاح البهيمة حنقول حاجة جست خفيفة. نكاح البهيمة هو ناكح البهيمة حديث لا 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 حد عليه، لكن حنجاوب علاش هي ليه لحد البهيمة تقتل. البهيمة تقتل مكتوبة لكي لا تنجب يعني إنسان نص راجل ونص بهيمة. يا سلام، هذه المكتوبة يعني أعرفها. حاجة أخرى، أجاز علمي يا أخي صام، أجاز علمي. أيوة أخي ليث، أنا أتفهم مسلم يبقى مسلم كيف يعني، لك لا يعرف مسكين كل شيء. خلينا نتكلم على حاجة أخرى تظلمك يا مسلم، لكن أحبك وحب المسلمين. مش أنا أقرأوا على عراء محمد عندما يجوا عثمان بن عفان والصحابة، عائشة، حديث عائشة أبو بكر كان يفتح الباب لهم وهو عاري. أوكي خلينا نكمل الفكرة كذلك. وقبل لسان الحسن الحسين مكتوبة. قبل صدر فاطمة، يقبلها من صدرها يعني أنها مش ابنته بصراحة، عند هي لخديجة. كشف فخذيه أمام الناس، هذه مكتوبة. المرأة تدبر كالشيطان وتقبل كالشيطان وتدبر كالشيطان، هذيك عندما ذهب رأى امرأة وهو مع صاحبه وذهب نكح زوجته، فهمت؟ يقول وقال لهم هذه المرأة تدبر في الشيء على سور الشيطان. يعني عندما هبطت الآية ومرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي وإن أراد النبي يستكحها، الأحزاب 50، قالت له عائشة لا أرى الله إلا أن يشرع في هواك. وقالت له هل أنت رسول في موقع آخر، عندما كانت مع ماريا القبطية وحبذا ماريا في ركبين على الجمل يعني على عائشة، فقالت ما يعني هل أنت نبي، فهم؟ كذلك ابن حنيفة قال عنده، قال في فتوى وشاهد التلفزة يوتيوب التلفزة المصرية الشيوخ تكلموا عليها نقاش، تستطيع أن تنكح أمك على شرط أن تضع قماش، هذه مشهورة الفتوى هذه بتاع بني حنيفة. يعني ثم حاجة أخرى أصيب نقولها لكم على هذا يعني جنس محمد. وكذلك ثم حاجة فاجأتني أنا عندما ثم يعني الآيات، ثم الشيطان يوحي لمحمد، ثم آية النجم 20 بسرعة، أفرأيتم اللات والعزى ومنات الثالثة الأخرى، ألقى الشيطان في لسان النبي صلى الله عليه وسلم قوله تلك القراريق العلا وإن شفاعاتهم لا ترتجى. يعني وبعدين يعني هو سجد أصحاب قريش لأن قالوا له، هم كانوا في مكة سجدوا قالوا له شكرا أنك ذكرت آياتنا يعني أنت منا. فقالوا له الصحابة يا أخي شركت بالله أنت ولتأمن لمحمد، هل تأمن باللات والعزة ومنات والغنائق العلا؟ فذهب وبعد رجع ندمة، فقال لهم هما نسخ المنسوخ من هناك الكارثة، الله لا يدري هل كيف يعني نسخوها
ألكم الذكر ولكم الأنثى إن هي لا أسماء سميتوها أنتم وأباكم ما أنزل الله من سلطان. وبعد الحج 52 رجع محمد وقال لهم وما أرسلنا من قبلك من رسول الله قال لي وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته فينسخ الله ما يلقي الشيطان ثم يحكم الله آيات الله عليكم حكيم. يعني الشيطان قال لهم راهو غلط الله جبريل روج الشيطان. يا أخي يا محمد قل لي أنا هالآيات بتاع الشيطان وأنا هم بتاع جبريل، فهمت؟ هذه سموها يعني كثير كلام حنقول وأنا عندي كثير، لكن أترك أصحابي يعني يتكلموا شوية، فهمت؟ شكرا لك. يعني شكرا سامي، شكرا. هو بصراحة القرآن كله هو كلام شيطاني، ويعني إذا 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 يعني مجازا قلنا مسألة الشيطان، ولكن القرآن هو شر بشر لا مثيل له، والكتاب يعني الوحيد اللي أثر بالإنسانية إلى أبعد الحدود، ويعني فرج الإنسانية الوجه الشرير الإنساني للأسف الشديد يعني. طيب أنا راح أروح لرانيا وشوف مشكلة التبني. يعني رانيا برأيك التبني هي أخلاقية؟ يعني مثل ما قال الأخ سامي إنه في 2 مليون طفل تقريبا في مصر واحدة مشردين يعتبرون أطفال شوارع، مدى أخلاقية إنه إنسان يستمتع بشان متعته الشخصية يحرم الملايين من حنان الأبوة؟ يعني يا ريت حتسينا بهم معيار الأخلاق بهالموضوع، تفضل. نعم، هو الكتاب الإسلام يعني القرآن عفوا كامل من الأول والأخر، يعني لو قرأته ما يقولهمش مثلا حبوا الحياة، ما يقولهمش مثلا حبوا بعض، ما يقول ماشي مثلا لو قرأته بالكتاب مثلا الإنجيل فيه بعض مواعظ جيدة، يعني ما أقولكش الإنجيل كل جميل، هو طبعا مليان بالخرافات والأساطير، ولكن كمية العنف هذه انكحوا واقتلوا وظل يهدد، يعني من أي سورة تحل تقراها في القرآن تهديد، يعني والذين لا يؤمنون وحيصر لهم هيك وهيك 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 وحتتحرقوا وحيصر لهم هيك وهيك وهيك، يعني القرآن كامل من أول والآخر. يعني وين يعني انتهجت يعني كرسول، يعني من المفروض تعلم الناس أشياء جميلة، مع باليش أنا ما قلت لهمش مثلا كيف تربيوا أولادكم مثلا أو لماذا نفعل هيك، ولا ما هي الأخلاق، ما هذا مثلا، ما هو هذا الله، ما هو يعني ما هو فكرته، قال لهم آمنوا به وخلاص، ما هو يعني حتى طرحوا هذا السؤال، يعني فسرنا أعطينا دلائل قلنا أي شيء، يعني قوم مساكين يعني يعني نحس بهم جدا إنه ما قال لهم شيء، يعني قال لهم آمنوا وهاتوا زكاة ودفعوا الجزية، وكان يدعون بالتهديد، وبعد ما التهديد ما نفعش طبعا كون جيش وصار قائد سياسي تاع حرب، يعني طبعا هذا شيء معروف جدا، يعني ما في حتى موعد القرآن من الأول والأخر، يقول لهم في الأول يقول لهم لكم دينكم ولي ديني، وفي نفس الوقت في جميع الآيات الأخرى الذين لم يؤمنوا بالله وكذا وكذا حصان، يعني متناقضة في بعضها، يعني مكتوبة في نفس، يعني وش هو الصح، يعني عندي أنا الحرية أن يكون عندي عقيدتي أو لازم أقتل وحصال هيك في الآخر، يعني شخص غير متوازن، يعني أي شخص يقرأ هذا الكتاب من أول لآخر يشوف إنه اللي كتبه شخص غير متوازن، يعني وما عنده حتى أخلاق، يعني يدعو إلى القتل، يعني أقتلوا في سبيلي وسأعطيكم حريات في الجنة، يعني الهدف من الأسماء من الحياة بعد الموت هو الجنس، هو المتعة الجنسية، يعني والمرأة مفهومها في سيرة النبي أو في القرآن نفسه هي مجرد أداة للجنس، تتزوج 4 منهم، يعني هادو الرجال الآخرين هو يخطب منه وعنده رجل شاتع راسه، يعني هي مجرد أداة للجنس، هادو بعد هذه في الحياة، وبعد ما تموت عندك ما على باليش بدها من 70 حرية، وعندك طبعا زوجاتك اللي تزوجتها من قبل، المرأة ما عندها شيء، عندها غشبة تزوج، ولو ما تزوجتش راحت عليها، يعني تبقى طول حياتها بلا رجل، يعني هذه مبادئ الإسلام، يعني صحيح للأسف الشديد، يعني هو للأسف، يعني مثل ما قلنا بموضوع إنه التبني يا حيف، يعني بشان متعة جنسية تشرد ملايين الأطفال للاشيء. طيب أنا في بالشات بصراحة أنا
اعتذر من كل اصدقائي انه ما عم باخذ كثير من الشات. على كل حال في السيده احلام عم بتقول انه المراه مكرمه ومشرفه في الاسلام، وبترجع بتقول يعني كثير داخله انه المراه كثير. طيب حكمت شو رايك باللي قالت له المراه مكرمه ومشرفه بالاسلام؟ يعني صراحة أنا أستغرب من النساء شلون عندهم الجرأة هذا الكلام يقولوا. يعني أقرأ أكثر ما قريته هو عن النساء، يعني المرأة يعني تكاد تكون عبدة للرجل، يعني تكاد تكون عبدة للرجل. حتى في حديث يقول لو أمرت أن يسجد لغير الله لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها. راح هاي الاخت اللي جاي تحكي خلي اعدد لها الاشياء اللي 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 مفروضه على المراه. اولا المراه تلعن اذا طلعت برا واحد شم ريحتها. المراه تلعن اذا رجلها طلبها الفراش وما قبلت. ها ونفس اللعنه ما تجي على الرجل اذا هو ما يعني ما عنده واسط، ما يريد، ما عنده مزاج، ما تجي عليه اللعنه، بس عليها هي اللعنه. اي وقت ما طلبها لازم تكون جاهزه. المراه لا يحق لها انه تروح لعزاء والدها اذا لم يسمح لها. الرجل من حقه يضرب المراه متى ما شاء، على شرط، حديث موجود وفيديو همينة، على شرط لا يكسر لها عظما ويتجنب الوجه. يعني تخيل انت الضربه شلون تكون قويه بحيث ممكن يكسر لها عظمها، يعني يقول لها تجنب دير بالك لا تكسر لها عظم، يعني اضرب براحتك بس لا تكسر لها عظم يا حبيبي يا رسول الله. ويقول لك اكو حديث كاذب يقول له اضربها بالمسواك. شو هو المسواك؟ هالقد ما يطلع، هالقد طوله هالقد عرضه مثل اصبعي هذا. كيف تقدر تأذي به الشخص هذا المسواك؟ يعني على مين تضحكه؟ ولا يطلع الشيخ يقول اضربها بالمحرمة؟ يعني المرأة تكون حرة وتكون عبدة. العبدة لها حق يطلع جسمها من الركبة إلى السرة، يعني صدرها من فوق كله باين، يعني تتمشى قدام الرجال حلال، يروحون بسوق الرقيق يشتروها ويبيعوها. ولا تقول لي انه هذا كان قديم، لا هو محلل لحد الان والشيوخ يتكلموا فيه لحد الان، والحويني اصلا ما يقصر بهذا الشيء. والنكته اللي يقول لك انت تقدر ترضع من الرضاع الكبير، طبعا الحويني اعترض على ناس قال لك شلون الرضاع الكبير حرام، قال لا هذا حلال. وصارت قصة أم سلمة مولى حذيفة لما راح رضع من عمره 25 سنة وعنده لحية، راح رضع من أمه بالتبني، يعني حتى ما تصير حرام. قال شنو رجلها على أساس ارتاح بعد أنه نفسيته ارتاحت أنه صار خلص ابنه بالرضاعة يعني. والنكتة تعرف وين؟ يقول لك أنه الموظف والموظفة ممكن الموظفة ترضع الصديقة، والنكتة وين؟ يقول لك يقدر يتزوجها إذا راد يتزوجها. بعد على شنو تصير أخوه وزوجها بنفس الوقت؟ على مين تضحكوا يعني؟ إذا هاي الأخت اللي إذا تريد تحكي لها على المرأة، والمرأة تظهر كشكل شيطان، على قرون الشيطان. عمر بن الخطاب كان يضرب النساء اللي العبيد اللي كانوا يتحجبوا ويصلوا، يقول هل تتشبهين بالحرائر؟ يعني الـ 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 النساء ظلموا اكبر ظلم بالواقع الاسلامي. لا يقولون على وأد البنات، وأد البنات حتى يحصل براحته، يعني هذا كان بعض الناس يفعلوا. العرب بالجاهليه كان عندهم مروءة وكرم وشرف اكثر من محمد. والقيود اللي مفروضه على النساء يعني ما حدا عملها مثل ما عملها الاسلام. يعني المراه اذا شعرها بان تتعلق يوم القيامه بشعرها، يعني
يعني تشوف المرأة حقيقة، احنا نشوف المرأة تلبس الحجاب من فوق خايفة شعرها تتعلق، ولابسك قصير. صور الأخ جان عرض بالصفحة كثير، عرض هيك صور وهي حقيقية، وأنا شفت، أنا ما شفت لابسة يعني شو اسمه فوق الركبة، لكن شفت لابسة القميص يعني فوق تقريبا واصل لهنا، يعني لهنا واصل، وإيده كله باين، ولابستي بنطلون ضيق. هي كانت ممرضة، وهذا الحجاب اللي يحكون عنه، يلجأون النساء إلى أساليب المخادعة حتى بس المهم يخبوا راسهم. صاروا مضحكة بالمجتمعات. المرأة الظلم اللي واقع عليها أكثر بكثير. لكن يعني ما أريد أخذ وقت البرنامج، إذا هي تريد تعرف خلي تسأل وتتواصل، احنا نفهمها كل اللي مفروض على المرأة وحقوقها. لا شيء كافي انه هي والكلب والحمار يقطعون الصلاة اذا مر واحد من قدامهم. حتى عائشة قالت هل شبهتمونا بالحمير؟ يعني وين قدرك انت يا امرأة؟ شهادتك مين نساء شهادة رجل واحد؟ يعني وين حقوقك؟ تاخذي نص حق الرجل. يعني يقول الرجال قوامون بما انفقوا، لكن اذا انت انفقتي ما لك حق القوام على الرجل. في كثير كثير من هذا الكلام. خلي الاخت تسمع الاسلام الحقيقي، خلي تدخل بكل خبايا، راح تشوف الاسلام شلون كان وشلون كان يعامل النساء. يعني بصراحة أنا بدي أروح للأخ ليث في موضوع الكذبة الكبرى عند بالإسلام، هي وقد النساء. يعني وقد النساء لو كان حقيقة يا جماعة أعطونا عقلكم. يعني خديجة كانت من سيدات قريش وكانت تاجرة، وكانت يعني لو كان وضع المرأة أقل قبل الإسلام، يعني كيف خديجة كانت تاجرة بقريش ولا هند؟ ولا في امرأة اخرى ام قرفة، ولا يعني نساء كانوا بقريش سيدات اقوامهم. يعني فمن اي من ليس منين جابوا كذبة الوقت هي انه كانوا يؤذوا البنات، مع انه سيدات قريش يعني كانوا سيدات متسلطات في قريش، ام لهب مثلا وغيرهم. يعني تفضل. اولا في نقطة وقت البنات، هي ممكن تعمل تجربة بسيطة. تفرض أنه كانت ظاهرة متفشية، أوكي؟ وعلى الأقل ظاهرة متفشية يعني تكون 40% أو 50% من الحالات، وتأخذها على فقط قرنين، ترى اندثار للمجتمع بكل بساطة. إذا أخذت في ظاهرة متفشية على الأقل 50%، لما تولد طفلة على اثنين تولد في ظرف قرنين ما فيها عرب تماما، خلاص البرهان انتهى بكل بساطة. لكن السؤال الجميل هو من أين أتت هذه الكذبة؟ من نقطتين. النقطة الأولى هي ظاهرة قرآنية اعتيادية عند المسلم، يتكلم على حد كما قلت هو إما، لكن بعض الأحيان من قصص تافهة، وأسباب النزول هنا تظهر لنا هذا الأمر. إذا قلت ظاهرة قرآنية وهي ظاهرة التعميم، لما تأتي مثلا آية بعبارة عامة نظنها صالحة لكل زمان ومكان وكل العصور وكلام إلهي ورباني إلى آخر من كل هذا الكلام. إذا ترى القرآن مثلا يتكلم على وأد من وأد البنات في بداية القرآن، لأنها من الصور الأوائل. إذا خلاص قاعدة عامة، كانوا العرب يؤذوا البنات. وفيه النقطة الثانية وهو الرغبة في تجهيل ما قبل الإسلام، عصر الجاهلية، حتى العبارة في حد ذاتها آتية من بعد إلى آخره، بمعنى أنه لما انتشر هذا الدين وأخذ بدأ يأخذ صياغته، كان يجب أن ترى مبرر. هو أتى كنور في الظلمات، إيه لازم ظلمات، إذا ما فيه ظلمات النور هذا لن يظهر ساطعا. هذا هو الشرح بالنسبة لي
نقطة وأد البنات، وفيه نقاط كثيرة، مثلا فكرة أنه كل القريشيين كانوا يؤمنون بالله، فيه آية تقول لك القريشيين يقولون فيها أنهم يؤمنون بالله لكن الآلهة هي وسائط فقط. هذه نظرية بالنسبة لي خاطئة أيضا، لأنه لما نأخذ قصة مكة في حد ذاتها كان فيها من كل الأطياف، إذا مستحيل أن تقول أن كل القريشيين كانوا يؤمنون بالله بالفكر الإسلامي فقط يضعون وسائط. ممكن أن يكون بعض القريشيين كان لهم هذا الفكر لكن ليس الكل، وقس على ذلك، قس على ذلك. فيه تجريف للتاريخ على نمط وعلى كيفية القرآن، بمعنى التبسيط التعميم، ودائما في صالح الإسلام، دائما دائما مهما أخذت التاريخ الإسلامي هو في صالح الإسلام. أنا كانت عندي صورة أيضا ممكن نوضحها، لأنه إحنا حاليا كلنا سواء الأخصام سواء حبيبي حكمة في برنامج الرائع، أتمنى أنه الناس تشاهدوا عندك وعند الأخصال، فيهم إحنا نتكلم على نصوص الآن. هو الآن نتأكد أنه مصدوم وكفار ويسؤون للنبي إلى آخره، لكن لو يقرأها في النصوص ممكن تعجبه أصلا، قصة صفية وقصة أي شيء، لأنه لا يتمعن. والصورة هذه صراحة ممثلة كثير لهذا الأمر. فيه المسلم أولا يقرأ كتب تراث تقول أن محمد ذبح خصوصا خصومه وأغرى جنوده بملك يمين وتزوج طفلة واشتهى زوجة ابنتها بالتبني إلى آخره. يا الله من السيرة الشريفة العفيفة النظيفة العطرة بماء الورد. لكن فيلم غربي أو رسم كاريكاتوري أو برنامج على اليوتيوب يتكلم في هذه النقطة، يصور محمد يذبح خصومه ويغري جنوده بملك يمين ويتزوج طفلة ويشتهي زوجة ابنه، تبا للكفار يسيئون إلى رسولنا ويظهرون في صورة القاتل الإرهابي المنحل عديم الأخلاق. بالضبط بالضبط أخي، يعني هاي الانفصام الشخصية الموجود عند أخوتنا للأسف الشديد. ليث بدي أبقى معك في موضوع، في أخ كريم أظن اسمه بالشات عم بيقول يا ريت تطرقوا لموضوع المثلية في الإسلام، ما بعرف إذا في عندك أي شيء ممكن. تمام تمام، هذا أيضا موضوع أصلا فيه الكلام اللي تكلموا الأخصام عن الشذوذ المحمدي، وفيه الازدواجية. فقط في نقطة التبني قبل ما نمر هذه النقطة بسريع، نقطة إضافة خفيفة، من تبرير المسلمين هو أن التبني للنسب، بمعنى أنه حماية للنسب واحتفاظ له هو أمر مهم إلى آخره، والميراث وهذه القصص الغريبة. لكن هو في نفس دينه عنده الابن للفراش، بمعنى أنه إذا أنت متأكد أنه الابن مش من ابنك لكن الابن الفراش تتبناه ويبقى ابنك حتى وإن لم يكن أصلا من نسبك. وفي نفس الأحاديث عندكم أحاديث تتكلم على المشاكل اللي كانت تحدث في المدينة لما كانوا يذهبون يغزون ويعودون للبيوت، يستأذن أو يحذر أنه سيدخل لكي لا تحدث مشاكل بين النساء والأزواج الآخرة، لأنه هو في نفس الوقت جبان، في نفس الوقت يأخذ نساء لنفسه ولا يذهب للغزوات، ويدفع بالناس للغزوات سواء لحور العين أو لأسهم خفيفة، يأخذ الأموال ولا يريد مشاكل في المدينة. صراحة صلع نموذج لحكامنا العرب في عدة نقاط. في نقطة المثلية، هي الديانات الإبراهيمية عموما عندها مشكل عويس مع هذه النقطة وأمر معروف، لكن بداخل الإسلام هو أمر فقهي أساسا، لأنه شخصية محمد مزدوجة في هذا الموضوع. لو نلغي قصة لوط أو نلغي بعض الذكر في أحاديث ممكن تكون أليفت من قبل، الموضوع كان مشبوه فيه. أنا بالنسبة لي شخصيا كان مشبوه فيه، لأنه الشخصيات هذه كلها، حتى أنس لما قلت لك يعرف أحاديث كثيرة النبي، أنا صراحة عندي شك في أنس، لأنه فيه تعابير كيف كان يغتسل، من أي إناء كان يغتسل، من لك تعرف كل هذه الأمور وكل هذه التفاصيل يا أنس، إلى آخر من هذه النقاط. أنا أظن أنه مشكل المثلية في الإسلام هو مشكل موروث من صيغة الدين كدين، لما يأخذ فقه، لما يكون فيه شيوخ، لما يكون فيه تسيس، لما يكون فيه كل هذه الأمور، يجب أن نقول أمر في المثلية ونعاقبها بطريقة أخرى. لكن في الواقع السلاطين والخلفاء كلهم مارسوا هذه الأمور،
وأمر متفشي في النصوص كما لا يتخيل أي شخص، متأكد أنه كلنا قرأنا هذه الأمور وممكن تكون في حلقات هذا الموضوع. صحيح صحيح. طب انتقل لمسألة المثلية للأخ سامي، إذا في عندك أي إضافة تضيفها في المثلية تفضل. أنا في المثلية قرأت قرأت كل شيء، لكن صدمتني بأن أنا كإنسان أحترم الإنسان كما هو، ما يهمني مثلي ومش مثلي، لكن فهمت هذه احترام الإنسان الحيوان. لكن مش تكلم عن المثلية يا حبيبي، هقول لك يعني محمد كان كما قلت كان له غلام، وقالتها أستاذة كبيرة تونسية معروفة مثل أستاذ عميد الأدب عميد الأدب العربي الطالبي، هذاك قال دعارة حلال، وهي قالت محمد كان عنده غلام يعيش معاه. يعني هذه جابت، هي تعرف الدين، تعمقت في الدين، فهمت؟ فقالوا لها كافر، مع لا حصلوا في تونس مش مشكلة، لكن كان عنده غلام من الكتب الإسلامية. وكذلك إلى حد الآن، إلى حد الآن في أفغانستان وباكستان، أعملوا يوتيوب الغلمان في باكستان وأفغانستان، ستروا كل ثري عنده غلام يمكيج ويعمل ويرقص صغير وبعدين ينكحوا، وحتى جابوا هذاك الأمراء والواحد قال عادي الرسول كان يعملها، فهمت؟ على سيرة نبيهم قدوة حسنة. وباش نوريك بأن الغلمان كانوا في عهد محمد عادي نكاح ولا يعني وزوجناكم بحور العين، حور العين بكواعب أطرابة يعني ثديين كبيرين يعني بارزين، وعملت حلقة على جنة الدعارة في الإسلام. وكذلك وغلمان مخلدون لا ينزفون كاللؤلؤ المكنون، يعني بيض بيض، فهمت؟ يعني والطفلان مخلدون كاللؤلؤ المكنون، يصف الغلمان والولدان مثل الحور العين يعني النكاح كذلك. ليه كان يعني يتكلم في الجنة هيك؟ لأن في القرآن هذا، فهمت؟ وقرأ تفسير قرطبي والسيوطي، يعني لخاطر هو كان خاطي نكاح الغلمان عادي في عهد محمد. وقرأ الدول العباسية، يعني كانت عقلية في الدول العباسية، ومنهم ابن نواس شعر على كثير شعر عند على الغلمان وعلى الأطفال، قال شو اسمه يعني كثير على اللواط، يعني فهمت لو انتم فهمت، يعني قال لا تذكر لي ابن نواس، لا تكلمني على حور العين، بل كلمني على الولدان لا يكبران، فهمت؟ معروفه الوحده بتاعه، فهمت؟ فلهذا يعني معروفه الزنا وكل شيء في اللواط يعني في، لكن انا ما يهمني داعش الان. وهو يقول لك يعني اي واحد مثلي نرموه من اعلى من اعلى الجبال، حتى داعش شفت ترمي من اكبر ايتاج يعني الاخر، لكن كذب في كذب. لا لا، كان اللي ونكاح في العهد العباسي كان فخر فخر فخر، يعني ابو يعني اي خليف خلاف عنده غلمان يحب غلمان فخر، يعني يقولوها هذيك الرجوليه، فهمت؟ اخر التاريخ حبيت نتكلم قصي على كما قالت وفاة سلطان دكتورة، قالت مسلمين 14 قرن هم يقولوا محمد اغتصب عائشة طفلة صلى الله عليه وسلم، محمد تزوج زوجة ابنه بالتبني صلى الله عليه وسلم، محمد نكح صفية بنت حيي بعد قتل زوجها وأخوها وأبوها صلى الله عليه وسلم، محمد قتل أم قرفة وعصماء بنت مروان وكعب بن أشرف صلى الله عليه وسلم، محمد ذبح نكح سبى صلى الله عليه، ذبح صلى الله عليه وسلم، نكح صلى الله عليه وسلم، سبى صلى الله عليه وسلم، قطع أيدي وأرجل أصحاب عرينة، قطع أيديهم وأرجلهم خلاف صلى الله عليه وسلم. يعني هنالك حاجة صدمتني، اسمه في الكتب الإسلامية محمد الضحوك القتال، وأنا تفاجأت عندما قال له سلفي، واحد نعرفه سلفي الآن ذهب لسوريا نتكلم معاك، قال لي الضحوك القتال، ما صدقته يعني يسموه هم السلفيين اللي يعرفوا الدين، فذهبت فلقيته
يعني اسمها الضحوك القتال. يا سلام، اسمها في الكتب الاسلاميه محمد الضحوك القتال، انا سميه ذباح بني قريظه قطر الف. انت تكلمت يا اخ جان على المراه في الاسلام، يقول لك المراه، هتكلم انا عندي الكثير كلامك، مش نتكلم على هند. هند القريشيه هي كانت هي سيدة القوم، هي اللي اطرت محمد و63 شخص يتبعونه الا المتسولين وابو بكر، ما اعرف شكون مش ذهبوا معاه بعد 10 سنوات، يعني هي طردتها هند. وتذكر الخنساء ام قرفه الشاعره، الخنساء الشاعره، وخديجه كان راعي غنم محمد، كان حاف القدمين، كان شريعه القمل في القران، وحديث تفليل المراه كان مقمل وكل شيء. من اخذته ومن رفعته هي خديجه، يعني النساء كانوا اقوياء، ونعطي كثير اساميهم، اسماء القرشيه كذلك كانوا اقوياء، نساءنا كانوا ملكات، دي هي نقولها الكهنة في شمال افريقيا، اصبحوا ملك يمين في السعوديه الان، المراه لا تسوق سياره، كانوا ملكات قبل الاسلام، فهمت؟ مش تكلم على مكه، تكلم على صديقي ليث على مكه، كانت مكه قبل، يعني كانوا في الكعبه كانت كل الديانات، مسيحيين ويهود وكل احسن كانوا متعايشين. جاء محمد في غزوه مكه فاجبرهم كلهم، 10 سنوات ما كان فيه 63، هو جاء كلهم اصبحوا يعني مسلمين، فهمت؟ تكلم اصي الاخ ليث على قبل كان ينكحوا المرأة، ينكحوها كثير يعني حتى في الإسلام، يعني في عهد محمد، ف يعني زوجة نكحوها ابن العاص وأبو الكل، فبعد تختار هي مين هو أغنى واحد، فاختارت ابن العاص. ابن العاص كذلك جاء من زنا يعني كثير، وكذلك فيه كثير يعني زواج في الإسلام، 10 زواج المتعة بتاع الشيعة، لا فما وما استمتعتم منهم بهن أعطونا أجرهن، هذه هبط في مكة في غزوة مكة، حتى عنده زواج المسيار، زواج شرعي، عندهم 10، غير حتى تظل مسافر يا أخي جان وتريد تنكح بالإسلام وحلال، يعني اقرأ كتبكم محمد، يعني هذا الكل. باش تكلمت على المواضيع اللي وليد كثير أن تكلم، لكن أترك أصحابي يعني يتكلموا. أكيد يعني. شكرا كثير سامي، وبصراحة يعني تداركنا الوقت، أظن يعني نحن عادة ساعة ونص وصار ساعتين لربع، وممكن نكمل للساعتين يعني، وهذا الحد الأقصى يعني. رانيا بعد في الأخ ثينك، الأخ جاست ثينك اسمه، حاطط اسمه، عم بيقول يعني بالإسلام معروف الجنة تحت أقدام الأمهات، هكذا يتبجحون المسلمين طبعا. وبعدين بيجي بيقول لك أكثر أهل النار من النساء، يعني بدنا نفهم بقى كيف يعني. طبعا اغلب النساء يصبحون امهات، يعني معروف بكل التاريخ ان اغلب النساء يصبحون امهات، الا القليل القله القليله الذين لا يصبحون امهات. فكيف اكثر اهل النار من النساء، وكيف الجنه تحت اقدام الامهات؟ تفضل اشرحي لنا الموضوع. الدين الاسلامي كل متناقضات، يقول لك شيء وعكسه، سواء في القرآن أو في الحديث أو في أي شيء، يعني في الكتب الدينية جميعا كان جميع المتناقضات. يعني لهذا السبب المسلمين اليوم أي شيء تقوله لهم تقول يجاوبوك بضده، يقول كان موجود، لأنه كل شيء موجود، يعني عامل زي ما يقول الحمد لله تصور سوبر ماركت، يعني اللي تطلبه موجود نردوا عليك به، ما فيش مشكلة. حبيت فقط نعقب على كانت المرأة في الجاهلية، يقولون أنها كانت محقورة جدا وتقتل ومانيش عارفة، لو هذا يعني صح صحيح، كيفاش يعني زوجته خديجة معروف جدا أنها كانت عندها ملك، يعني عندها أملاك وتاجرة كبيرة، يعني مسؤولة على ملكها، تسير في حياتها في تجارتها، يعني هل يعقل أنه صح المرأة محقورة تقدر يعني هي اللي لمته، هي اللي قوته وعاش تحت ظلها، تحت ملكها، تحت يخدم عندها، كان هو يخدم عندها وبعد تزوجت به، يعني هل يعقل؟ متناقضات، يعني كيفاش محقورة وهي مرته، وهي كانت تاجرة كبيرة وعندها أملاك، يعني شيء غير منطقي، يعني متناقضات. طبعا المرأة في الجاهلية نتصور زي ما يسموها الجاهلية كانت طبعا زي هذا الرجل، يعني شيء طبيعي، يعني أكيد أكيد. طيب أنا بدي أخذ سؤال أخير لكل أصدقائي الموجودين معي ونختم الحلقة.
بدي أبدأ معك حكمة، كيف تقيم أخلاق المسلمين؟ طبعا المسلمين اللي نقدر نقسمهم إلى أقسام، ولو أنه هالأقسام ممكن تتغير بين ليلة وضحاها يعني، بس بصورة عامة يعني في ناس مسلمين بالوراثة، يعني مثلا في اسمه مسلم ولكن لا يعرف عن الدين أي شيء، يعني فقط يعرف أنه الله ربه، محمد نبيه، الإسلام دينه، خلاص ما يعرف أكثر من هذا ولا يهتم يعرف أصلا، يشرب يسكر أي شيء يسوي. وفي ناس آخرين هو ما ملتزم، ولكن إذا سبيت الدين قدامه يعمل نفسه يعني بطل الأبطال ويدافع، وبعدين تروح على صفحته تلاقي كله نساء وخمر، وتلاقي عامل صور يعني فظيعة يعني. بس ليش تجي هالمروءة والغيرة ما أعرف منين تجي يعني. يعني هو المروءة بس موجودة على الدين، بس هو يعمل كل مثل ما تقولوا أنتم سبعة وذمته يعمل يعني. وفي ناس نوع من المسلمين يكونون يعني يصلوا ولكنهم ناس عاديين وما يحبوا يعملوا مشاكل، ولا والفئة الأخطر طبعاً الناس اللي المتعصبين، دول يكونون رأساً مشروع داعش، نصرة، قاعدة، سلفيين، شو تسميه سميه. أنا في يوم من الأيام كنت مشروع داعش، يعني لو بوقتي كان موجود داعش كنت انتميت 100%. لا أنظر إلى النساء، يعني هسه رانيا قاعدة ما أقدر أعمل لقاء معك لأنه رانيا قاعدة وملابسة حجاب كمثال يعني. فذول الناس المخيفين، لكن بصورة عامة كل مسلم معرض أنه يكون يتحول من حمل إلى ذئب، يعني في كل لحظة ممكن هذا التغيير يصير عنده. والدليل شفناه الشخص اللي بأمريكا ولا فرنسا، كانوا ناس يشربوا مشروبات، وحتى هذا اللي بأمريكا كان مثلي، أتصور إنسان مثلي كان، ففي ليلة وضحاها تغير وصار داعشي. واللي في فرنسا قال لك كان طبيعي جدا ومثل بقية الشبان، خلال 3 أسابيع دخلوا في مخه الدواعش وعدوا بالحوريات بالجنة، وصار يدعس لك بهالناس يمشي على رقابهم حتى يوصل للحوريات. يعني يعني هو كل مسلم يخوف عادة، لذلك احنا غرضنا وهدفنا انه نقضي على هذا الدين كليا من جذوره، واذا ما قضينا عليه من الجذور راح تبقى تنبت وتنبت، والعواقب راح تكون في يوم من الايام وخيمة، ولكنها الى زوال، أكيد إلى زوال. بكل تأكيد حكمت، بكل تأكيد. ليث، شو تقييمك لأخلاق المسلمين؟ تفضل. حبيبي جان، أنا فيها بالنسبة لي هذه الصورة أصلاً فيها تقييم ما هو الممكن من أخلاق أي إيمان في فكرة النار والجنة أصلاً في الأساس، بدون أن أدخل في تفاصيل كل الكلام اللي قلناه وكل التفاصيل الخاصة بالدين. لما يكون عندك فكر أن فيه نار أبدية وفيه جنة أبدية مهما كانت صورة هذه النار وهذه الجنة، وتضع من مخالفك في الدين في النار، وتضع من معك في الدين حتى من كان أبطشهم في الجنة، فأخلاقك مع في الحياة الدنيا ستنعكس بهذه الطريقة، سيكون معيار أخلاقك مختل، لأن لن ترى البشر كبشر، ستراهم كمؤمنين أو غير مؤمنين. إذن أنا تقييمي في في, في أخلاق المؤمنين بصفة عامة وفي حالة الإسلام بالضبط هي مقاسة على الدين. الدين نصوصه فقهه هو اللي يعرف الأخلاق، ما سيكون أخلاقي وغير أخلاقي للمؤمن، حتى ممكن أن يذهب ضد أحاسيسه الفطرية بين قوسين، حتى إن كانت الفطرة عمل ممزوج بين الثقافة وبين الطبيعة، لكن الفكرة هو أنه في بعض الأحيان فيه نصوص تتناقض أصلاً مع معاييرك الأخلاقية الموروثة من العصر الحالي.
لكن في الحالة هذه إما تصير مثلنا أو إما تصبح داعش. وأنا إذا كان ممكن أنهي، لأني عارف أنه طلنا كثير على المشاهدين، ونهي فقط في هذا التصنيف ما دام تكلمنا على التصنيف، وهو السؤال الأول: هل تفهم الإسلام بشكل صحيح؟ إذا كان نعم، هل تحترم العقل والإنسانية؟ إما نعم فأنت مسلم سابق، وإما لا فأنت مسلم سلفي داعش. وفي حالة أنك لا تفهم الإسلام بشكل صحيح، إما تحترم عقلك أو إنسانيتك فتصبح ترقيعي قرآني وسمي نفسك كما تريد، وإما لا تحترم، إما لا تحترم العقل أو لا تحترم الإنسانية فتصبح مسلم عادي. بالنسبة لي أغلب المسلمين إما لا كلهم لا يفهمون الإسلام، بعضهم لا يحترمون العقل، وبعضهم لا يحترمون الإنسانية. هذه غريبة المسلمين. وأتمنى أن الحلقات وأن الأعمال، أعمال أخي سامي، أعمال حكمة، عملنا كل تنويري في النصوص في الفيسبوك، في المنشورات، في الفيديوهات، كل هذا العمل هو فقط في الحقيقة لإظهار الإسلام على حقيقته، والباقي عليك عزيزي المشاهد. أتمنى أنه الكل نرى على حقيقة هذا الدين ونعري نصوصه. وكما قلت، أخذت آية: فاقتلوهم حيث ثقفتموهم، وحولتها: فافضحوهم حيث ثقفتموهم. بالضبط، سنفضح هذا الدين بكل ما أوتينا من قوة، بكل ما أوتينا من جبروت الإنترنت، وإن كانوا شجعان ليوقفوا الإنترنت. أخي سامي، الكلمة معك، كيف تقيم أخلاق المسلمين؟ أنا صديقي جون أقيم أخلاق المسلمين كما كنت أنا 3 سنوات قبل. كنت لا أعرف من الدين ولا حاجة، يعني أعرف أحفظ قل هو الله أحد، الله الصمد، الحمد لله، لكن كنت مسلم متشدد يعني مع القضية الإسلامية، كل ما أسلم متشدد لكن غير ما أعرف الدين. أظن كثير كيفي هما يسموهم المسلمين البسطوانيين، بسطواني يعني مسلم بسطواني، كان بالاسم وكهو، فهمت؟ هذا والمتينين هذوك يحبوا يطبقوا فريمون مثلا سيرة نبيهم قدوة حسنة، يعني يعملوا السواك ويحنوا يعني أحمر هنا ويعني يعملوا كحل، فهمت؟ هذا تخنث محمد يعني، أوروبا هذيك بتاع قبل يعني تخنث، يقول لك احنا ضد مخنث محمد المسلمين. يا اخي واحد يعمل كحل وشعره ويعمله قبل يعني احمر وكل شيء حنة، وفهمت وكس السواك يعني حط عنصر تسريس. لكن ثم حاجه ما يحبوش المدينين يتبعوها، هي حتى السنه لازم يعملوها، يمسح مؤخرته بثلاث حجرات، ما يعملوهاش لان ما كان في ماء هنا، فهمت؟ فلهذا ثم مسلمين يعني متشددين. انا باش نقول بركه يا مسلمين، انتم المسلمين هذوما، لولا المسلمين المعتدلين لما كان داعش. داعش تقتل، والمسلم متشددين لا يمثل الإسلام، لا يمثل، يمسح الدم وراه. هذه خطيئة مخطرة. لو لكن يا مسلمين يا المعتدلين، لو لكن لما كانت داعش، وتصوروا الإسلام العالم من غير إسلام سيكون، ولا إسلام هبط في جنوب أمريكا أين يكون القتل هناك، ليس في سوريا الحبيبة أو شيء. يعني لو قلت لك أخرجوا من الدين وسوف ترون بأن نعيش بسلام وازدهار. مشكلتنا هي الدين، لا لمرض المؤامرة ولا لمرض النكران. المسلم المعتدل مشكلة مرات كما اليزيدية قالت، هذيك اليزيدية البري نوبل هذيك اليزيدية نسيت اسمها، قالت المشكلة، قالت جيراننا كانوا مسلمين في الموصل، كانوا جيراننا مسلمين، قالتها في مع عمر أديب في حلقة التلفزيون المصرية، قالت كانوا مسلمين وكل شيء، وجونا الديار ناكلوا معانا وناكلوا معاهم وكل شيء. عندما دخل الداعش، اول ما قتل فاميلتي هي المسلمين جيراننا معتدلين، فهمت؟ مش داعش اول ما قتلونا كانوا يجوا حدانا، فهمت؟ هذا نتحير. مثلا المسلمين المعتدلين، انت اقول لك يا مسلم، انت تقول ماكش عندك شويه داعش؟ حتى لو احبك وعزك، انت اذهب الى في رمضان في النهار لطريق يعني مليان بالناس مؤمنين، وشعل سيجارة أو جو حطراء، المسلمين المعتدلين هما اللي يقتلوك الأول، وارجع وقلنا الخبر. يعني مرات لو المسلم عنده شوية حاجة بتاع أخيرة يعني يقتل. اللي قتلوا أخيرا في المغرب أظن، حسب ما شفت الفيديو، واحد يعني عنده مرض السكر في النهار فشرب الماء، رأوه المعتدلين قتلوه المعتدلين. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، المعتدلين. يا أخي يا مسلم،
أخرج من هذا الدين لكي نعيش بسلام، فهمت؟ هذا الفرق ما بين المدين والبسطواني. حتى البسطواني مرات كما يقول لي واحد مرة، قال لي أنا أذكر شيء، ما واحد يسب ربي يقول لي آه نضربه. يقول له دي يعني إسلامك إسلام رهاب، ترهبون عدو الله وعدوكم، ليه ليه دي ما تقولوا تدعوا له كل شيء؟ هذا كان يعني هذا قول يعني على أما ثم حاجة أخرى، قالت الجنة تحت أقدام الأمهات. فناخذ كثير، الإسلام هو سوبر ماركت، هو مينيو، يعني تختار ما بدك. نحب نعطيك لكم دينكم ولي دين، يخرجها لك هذيك الآية. تحب نعطيك من بدل دينه يقتل في المدينة، يخرجها لك. هو مينيو، هو سوبر ماركت، يعني فيه كل شيء، فيه تناقضات كثيرة، فهمت؟ فلهذا يعني الإسلام، الجنة تحت أقدام الأمهات، وكذلك الجنة تحت ظلال السيوف، الجنة تحت ظلال السيوف. محمد لا يمثل الإسلام، سامحني. يعني المرأة في الإسلام يعني عورة، يعني عورة ناقص عقل، وتدبر كالشيطان، وتقبل كالشيطان، وضلع عوجة، وشبهت تقطع الصلاة كالكلب الأسود والحمار. يعني نعطيك ليست كثيرة. يعني أنا يا محمد، هذا كلام لا يمشي على أمي، على أمك، مردود على أمك آمنة. واقرأوا تاريخ محمد آمنة، ماذا فعلت؟ قبل في الكتب الإسلامية، فهمت؟ هذا يعني فهمت. شكرا سامي، شكرا كثير لك حبيبي. نفس السؤال رانيا، كيف تقيمين أخلاق المسلمين؟ تفضلي. نعم شكرا. أخلاق المسلمين هي، أنا نحب نقول إنه طبعاً أي شخص متدين ومنحاز أكثر للدين، يعني ما هوش شخص عادي، لأنه إحنا في بداية السبعينات الدول الوطنية هذه الحركات العسكرية كانوا فيها مشروع بناء دولة حديثة، ما كانش فيه حجاب، ما كانش فيه هجاب، يعني هاد الحركة المتطرفة الوهابية هي مسيطرة بالضبط يعني على جميع الدول العربية في التعليم وفي كل شيء، حركة الوهابية يعني حركة، ولأنه الإسلام نفسه السني نفسه في الحركة الوهابية هي المسيطرة الآن، والناس اللي متخلقة بهذا الدين يعني نتمنى ما تكونش الأغلبية، لكن في ناس كتير هم عندهم نفس أخلاق نبيهم طبعا، كب جنسي وعنف واحتقار المرأة. بس هل نحب نذكر شيء يعني إيجابي، إنه المجتمعات ما زالت فيها يعني هما متخلقين كتير، إحنا المجتمعات شمال أفريقيا كتير على هذا النبي، مثلا الرجل لا يتزوج أكثر من المرأة. احنا عندنا شمال افريقيا يعني عندنا تحدث كبير جدا مقارنه بهم، يعني باخلاق القرن السابع واخلاق هاد الوهابيين. احنا مع يعني نتمنى هاد الحركه تزول قريبا بكل تاكيد. اما انا بتقييم الاخلاق المسلمين بصراحه في قول أنا ماني حفظانه كاملاً كديباجر، وإنما الأخلاق إنما الأمم بأخلاقها، إن ذهبت أخلاقهم ذهبوا. يعني ونحن شايفين الانحطاط الموجود في الأمم الإسلامية عموماً كلها، يعني من حروب، من تحرشات جنسية، من كل هالأشياء. هذا تعبير عن أخلاق هذه الأمة بصراحة، يعني هذا تعبير عن أخلاق قدوتهم الحسنة، اللي كان قدوتهم الحسنة في أخلاقه، وهي أخلاق الأمة، من شتائم، من كذب، من نصب واحتيال، تراها في بلدان الإسلامية بشكل عادي جدا. المرأة تهان، الإنسان يهان، الحيوان يهان. هذه أخلاق الأمم الإسلامية، هذا تقييم للأخلاق، لأنه بالفعل الأمم بأخلاقها إن ذهبت أخلاقهم ذهبوا. أنا هلأ بدي كلمة أخيرة من كل واحد فيكم. أبدأ فيك رانيا، إذا كلمة أخيرة تتفضلي بهالحلقة هاي بمناسبة أخلاق محمد، تفضلي. أنا نحب نطلب المسلمين جميعا أنهم يقرأوا أول القرآن ويقرأوا سيرة، يعني لأني نعرف أنهم لا يقرأون. أنا عايشت طول حياتي ونعرف ليه، لماذا هم مسلمون؟ نعم، لأنهم بالوراثة ولا عندهم أي فكرة على أي شيء مكتوب في أي كتاب، حتى في كتبهم الدينية. أقرأ كتبكم الدينية أولاً. تمام، شكراً كثير. حكمة الكلمة الأخيرة تحب تقولها حبيبي، تفضل. أنا نصيحتي لجميع المسلمين أنه أولاً خليهم يدرسون الدين جيداً، مو بس
يحكوا وما عندهم اي دليل بالكلام، اي شيء احنا نقوله هنا خلي يروحون يتاكدون من الكتب هل احنا نكذب ولا لا. واذا هم ضميرهم مقبل هذا الشيء خليهم بس يجردوا العاطفه ويفكروا بالعقل ويشيلوا القدسيه عن الدين، يبحثوها ككتاب رياضيات او فيزياء او اي شيء اخر، يعني تحييد كامل للعقل، راح يشوفون انه هذا الدين دين ظالم غير عادل، هذا الدين دين إرهابي، هذا الدين يؤدي إلى التهلكة، دين يؤدي إلى الكراهية، ما يخليك تكره ما تحب غير المسلم، ومو كل مسلم، الشيعي مو مسلم، الأحمدي مو مسلم، الدرزي مو مسلم، بس السني وحتى السنة همين جماعات، يعني يخليك تكره الآخر، أي واحد يكون تكرهه. فأتمنى من إخواننا المسلمين العقلانيين يفكروا ويبحثوا بالدين، لا يضيعوا أيامهم وصلواتهم كلها على هباء، خلي يتأكدوا من الدين ويدرسوا جيدا، راح يكتشفوا إنه كانوا في خدعة كبيرة. شكرا حكمات سامي. سامي تفضل الكلمة الأخيرة حبيبي. الكلمة الأخيرة أصدقائي المسلمين، خاصة هذه رسالة يا أعزائي المسلمين، نحن نعزوكم، عائلتي مسلمة وأصحابي مسلمين، احنا نريد أن ننوركم يعني ونقرأ لكم من كتبكم، ليس الهدف لاستفزازكم، أرجوكم اقرأوا، ألا اقرأوا كتبكم والكلام اللي نقولوه، امشوا شوفوا يعني كتبكم ستجدوه بصراحة دين قتل، دين ذبح، دين قطع الرقاب والضرب فوق الأعناق، يقتلوا يصلبوا تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف، واقتلوهم حيث وجدتموهم واحصروهم واقطعوا لهم كل بنان، يعني أصابع جلد رجم. أنا نزيدك 25% من القرآن قتلوا، فهمت أحكي لك يا أخي تقبل، يا أنا أعرفك أنت ما تحب ما تقتل ذبانة، ما أتكلم على المجرمين اللي عندهم لجان هو ولد مجرم، ما أتكلم هذاك قليل، اقرأ وستشوف بأن الدين فيه كثير دم بصراحة، هذا دم، فهمت؟ هذه حاجة باش نقولها لك يا مسلم. وثم حاجة أخرى، بأن يعني يا أخي تروا يا مسلمين، أمرت أن أقاتل الناس أن يقول لا إله محمد رسول الله، محمد قال أمرت أن أقاتل الله الناس إلا أن يقول لا إله محمد رسول الله، وجعل رزقي تحت ظل رمحي، ظل سبحي، يعني ظل يعني سيفي، وكثير يعني انا اقراها لكم كثير، حفظتها من كل، يعني مش معقول، اقرا التفسيرات وقرينا الايه اللي قبلها وبعدها وفهمناها وقرينا التفسيرات. حاجه اخرى انا اقول لكم، وانا ساضع بعض يعني دلائلي في دائما كما اقول في المجموعه اللادينيه والالحاد العالمي، هي بيتش ومجموعه، حاضع الدلائل يعني اقراها بعد اذا كان بدكم، وكذلك ثم واحد اخرى الله ورسوله ما في الله ورسوله مجموعه، حط اضعهم هناك، وتابعوني غدا في غدا الساعة 8 غرينيتش لندن، مع سأعمل حلقة ضيف عن أخ جون، يعني أسطورة الإسراء والمعراج، سأتكلم عليها وسأفاجئكم بحاجات أخرى مكتوب في الكتب، يعني لقد يعني زيفوا التاريخ، زيفوا لنا التاريخ، اصحوا اقرأوا التاريخ الحقيقي من كتب ابن خلدون والكتب الرسمية، لا من شيوخ، يعني ثم شيوخ النكاح، شيوخ بول البعير، شيوخ وطأ الميتة، شيوخ يعني إرضاع الكبير، ما تسمعوهم يزيك منهم. وشكرا لكم أصدقائي ومعزتي للمسلمين، ولا النص الإسلامي لا أقبله، لا أتقبله. شكرا. بكل تأكيد لا احترام للنص الإسلامي نهائيا. طبعا مثل ما ذكر الأخ سامي، غدا الساعة 8 بتوقيت لندن راح يكون معنا في أسطورة الإسراء والمعراج، والأخ حكمة بن كثير راح يكون معنا في محمد من الألف إلى الياء الساعة 5 بتوقيت لندن. يا ريت أصدقائنا تكونوا معنا ونتناقش ونحكي ونشوف نشوف نشوف الإسلام، يعني نحن مفصفصين الإسلام كالبزر، يعني راح نفصفصه ونفضح الدين هذا إلى أبعد الحدود، ولن يهدأ لنا بال حتى ينهار هذا الدين كما انهار الاتحاد السوفيتي وسقط تحت الأقدام، سوف نسقط هذا الدين. أخي ليث معك الكلمة الأخيرة، تفضل حبيبي. نعم حبيبي. لمن يسأل لماذا نتكلم عن الإسلام، بكل بساطة لأن الدين عند الله هو الإسلام، هو الدين الوحيد.
أتمنى أن يسمعني عزيزي المسلم، أخلاقك ليست محمد، أخلاقك ليست السيرة، أخلاقك ليست القرآن، ليست كالأنعام أو كالكلاب أو عتل بعد ذلك زنيم، ليست في رضاع الكبير، ليست في زواج صغيرات القصيرات أو الاغتصاب على أحرى الكلام. أخلاقك ليست في السبي، ليست في بيع النساء، ليست حتى في احترام الوالدين مع بغضهما أو كرههما إن اختلف معك في الإيمان، ليست في كتب أصلا. أخلاقك هي من قواعد بسيطة، لا تفعل للآخر ما لا تريد أن نفعل لك. أخلاقك في بقاء أنت وأقاربك ومن تحب ومن تفهم وشعبك وثقافتك ووطنك. أخلاقك في حبك للإنسان، أخلاقك في نشر الحب والسلام بين الناس، أخلاقك في حب العيش البسيط، الاستمتاع بالفكر وبمقارنة الآخرين وبالقربان. أخلاقك متواجدة في قلبك، أخلاقك متواجدة في فكرك، في تاريخك، فيما بناك. أخلاقك هي إنسانيتك. أتمنى أن هذه الرسالة تصل لأي مسلم. أخلاقك ليست في كتب وليست حبرا على ورق. بكل تأكيد أخي ليث، بكل تأكيد، وأضم صوتي إلى صوت كل أخوتي الحضور وضيوفي الكرام يعني بهال مناسبة. أتمنى من الأخوة المسلمين يعني إنه خذوا الفيديو وخذوا لشيوخكم وقولوا هل هؤلاء يكذبون علينا؟ هل الكتب اللي طالعوها والأحاديث اللي قرأوها والمصادر هي هي ليست إسلامية وأجت من فراغ؟ أرجوك يا شيخي اللي أجت من فراغ، أرجوك يا شيخي اللي هالمصادر ليست إسلامية، وسوف ترون الرد. سيقولون لكم لا تسألوا عن أشياء أن تبدأ لكم تسألكم. هم هاي البزنس تبعهم يا جماعة، البزنس هالشيوخ هذول البزنس تبعهم، الرخاء تبعهم هو جهلكم. فأرجوكم تنوروا، لأنه إذا تنورتوا نحن صرنا حضارة، صرنا بني آدمين مثل ما بقولوا، يعني اللي بقول المثل نعيش كناس كبشر. وإذا تميتوا جهلة فنحن الخسرانين يعني، وأنتوا أهلنا بالنهاية، أنتوا وطننا، أنتوا أمتنا، يعني بدونكم نحن ولا شيء، ونحن هلا لا شيء للأسف الشديد بأخلاق الإسلام للأسف الشديد. على كل حال أنا بشكر أخي سامي وأخي ليث وأخي حكمة وأختي رانيا على هالوقت الطيب اللي أعطونا إياه، وأتمنى أشوفكم في حلقات أخرى. شكراً أصدقائي لكم كمان للمتابعة. إلى اللقاء في حلقة قادمة. إلى اللقاء، شكراً لكم.